سيداتي سادتي مشاهدينا ومستمعينا، مرحبا بكم. جلسة علنية أخرى هي السابعة في سلسلة جلسات هيئة الحقيقة والكرامة، نفتتحها بالنشيد الوطني الرسمي. والآن نستمع إلى كلمة هيئة الحقيقة والكرامة. مساء الخير ومرحبا بكم الكل. اليوم ما جيناش باش نحتفيو، جينا بمناسبة عيد المرأة. الفنية تصير للناس الكل. اليوم جينا بمناسبة عيد المرأة لنغتنم هذه الفرصة لتسليط الأضواء على الانتهاكات التي طالت نساء تونس على مدى عقود، وأيضا لتخليد نضالاتهم ضد الاستبداد في جميع تعبيراته. هناك مفارقة من جهة، تونس بلد رائد في حماية حقوق المرأة وحرياتها، وحينما المرأة تتجرأ للدخول في الفضاء العام تجد نفسها وجها لوجه مع القمع، مع آلة الاستبداد. وطالما هذه المرأة تكون خاضعة وموالية للسياسة الرسمية لمن يحكم، فترى نفسها خارج هذا القمع، وكلما تجد نفسها في موقع المعارضة أو في موقع ممارسة مواطنتها بشكل فعلي تجد نفسها أيضا تحت
هذه الآلة نتاع القمع التي لا تقبل أن تمارس المرأة حريتها كمواطنة كاملة الحقوق. وهذه السياسة القمعية التي والانتهاكات التي طالت نساء تونس ليست جديدة وليست مقتصرة في العهد بن علي، فنجد أن منذ فجر الاستقلال هناك مناضلات لقاو نفسهم في السجن، كما السيدة أم الزين بن نعيفة التي حكمت من محكمة القضاء العليا بأربع سنوات سجن ونفذتهم في سجن، وهي أصيلة الكتار، وهي كانت مناضلة ومقاومة، وبالطبع هذا تراو صورتها وتراو الحكم اللي كان تسلط عليها لا لشيء، لأنها دعمت المقاومة في جبال قفصة. وتتكرر هذه السياسات القمعية طيلة 60 سنة، وكانت ممنهجة أيضا، مورست ضد الحركة النسوية. كلما هذه الحركة أخذت مسافة من السياسة الرسمية وطرحت مطالبها بشكل مستقل، وكلما تجرأت نساء تونس على معارضة الحكم القائم. اليوم سنعرض عليكم 3 أنواع من الانتهاكات، وذلك غير حصري على عدد الانتهاكات التي طالت نساء تونس. عندنا الانتهاكات التي لها صلة بالقفة وبالسجن الأطفال، وعندنا أيضا الانتهاكات التي طالت الناشطات الحقوقيات، وأخيرا عندنا الانتهاكات التي معناها طالت أيضا ضحايا منشور 108. فلنستمع إليهن. نلتمس من الحضور الكرام التفضل بغلق الهواتف الجوالة التزام الصمت التام، كما نرجو منكم عدم التصفيق، شكرا. بين قوة الإنذار لذلك العزيز المسجون وشدة الظلم لتلك العائلة التي تفتقر غالباً لأبسط الاحتياجات. هي تجمع بين ذلك الدعم لذلك السجين والمشقة لتلك العائلة، مشقة في توفير مستلزماتها، مشقة في إعدادها، مشقة في طريق إيصالها، ومشقة في الحفاظ على أن يفقد الأكل رونقه ولمسة أنامل صنعته بحب حتى تصل الرسالة بكل معانيها في زمن منعت فيه الرسائل. تجمع بين القوة والصبر من جهة، وبين الذل والمهانة من جهة أخرى. ذل ومهانة في الطريق، ذل ومهانة أمام باب السجن وفي الانتظار، ذل ومهانة أمام عون ترجوه أم أو أب أو زوجة لإدخال قفة دون أن ينقص منها شيئاً أو يبعثر ما فيها أو يرجعها أصلاً. القفة هي كل تلك المتناقضات، لا عجب فهي في مكوناتها من أطعمة تجمع بين الحلو والحار والمالح. القفة ليست فقط مأكولات، القفة شجاعة
في مغالبة الظلم، هي سلاح الحب والعطف والأمل في مواجهة سياسة الكره والقسوة واليأس. سيدة مباركة تونكتي ما هيش معانا اليوم، لأن السيدة مباركة كان عندها 5 أبناء مساجين وكان عندها صهرها. والسيدة مباركة حتى وهي في أثناء اهتمامها بهم وزيارتها لهم مرضت بالسكري ومرضت بأمراض عديدة، ومن بينها مرضت بمرض الرعاش. والأمراض هذه خليتها اليوم ما تكونش معانا. احنا باش نشوفوها في بعض اللقطات المصورة اللي صورها فريقنا كي زارها. لكن ابنتها هدى هي بيدها عانات مع أمها وعاشت مسألة القفة ومرارة القفة وعزة القفة. تفضل مدام هدى، قدم لنا شنو الظروف اللي عشتوا بها. شكرا. استنوا الشريط. وصلحت ما نمشي نزور، بنيت ندفع القفة باش نمشي نزور، يجي بلقات العساس نتاع الحبس يقول انت ما تزوريش علاش داير مسات في المحرمة، ما تدخلش نزور خاطر مسات. نصرف القفة مش شوي ويزيد يفرق سهالك، نهار يقولك هذا ممنوع ما يدخلش، نهار يدخلوا لك كعبة بالبدا، ونهار يدخلوا لك معناتها كل حاجة نقصوا لك، من يدخلوا لي منها حاجة. من رؤوف وقت صيف نهزل له في العصير بدون بتاع 5 الباتر، قالوا يدخلوا له ويدخل كل شيء، ما تخلوش نقطة ما يعرفش عليها ما سمعش بيها تسمع. أيوة ونسيبه معاهم زاد نزورهم حتى هو ونمشي له. برج الرومي ومشكل الجندوبة وهنا 9 أبريل. أي وقت ما يدخلوا عليك ويطلوا على الدين الكل، بالك شم خبي حد انت هنا من غير بلادك، في بلادك انت مشدودين، بالك تجيبي واحد آخر تقولي معاش يجوني معاش يدخلوا، لازم يفلس على كل شيء. والزيارة احنا نتاعنا احنا سوريا معناتها عيط الواحد كل واحد وحده، معناتها خاصة زيارتنا منزوروش معناتها بجملة العباد. ويقف حداك بوليس من التالي وحداه هو من تالي، باش اللي من تالي يخزرك انت اش تتكلمي، ما تتكلميش حاجة سري، واللي ورايا يعني يخزر له هو يتكلمش حاجة. هذا في كل حبس وكل واحد لازم يبدو الزوز وقفي معايا أنا ومعاه هو. ما تعرف باش نسامح ماش بنيت غير ما فيهاش سماح ولا رباح، فيها السماح هدى. عندك الكلمة. احنا عائلة كبيرة شوية، كنا عائلة الأفراد متاحة نتكونوا من أمي وبابا و 14 صغير، كانت عيلة كبيرة شوية. كان رب العائلة يخدم ساق حافلة في الوقت هذاك، كنا تقريبا كانت الأعمار متاعنا متقاربة في بعضها، وكانت حتى الأعمار كانت صغيرة شوية. بداية المحنة في دارنا بديت تقريبا عام 84، أول مظاهرة قامت في بن عروس وخرجوا فيها تلامذة. من خلال المظاهرة هذيك
وقع توقيف تلامذة وحطوا ليستة متاع الأسامي متاعهم في المعهد، إذوكم شي يقع الطرد متاعهم طرد نهائي. كان من ضمن التلامذة هذوكم خويا عبد الرؤوف. مشاو باش يقراوا من غدويكا، قالوا لهم راكم طاردين طرد نهائي. بديت الرحلة من عام 84. حاول بابا كونه ما يخليش هكاكا، مشى يقيدوا في الليبر باش يمشي يقرا ويكمل يمارس حياته طبيعية كيما أخوته. الحاجة الوحيدة اللي كانت عنده بابا، قرايتك هذيك لا نقاش فيها، يلزمك تكملها وكهو. جاء عام 87 وفما كانت باش تقام مظاهرة في وقت بورقيبة، وكانت المظاهرة هذيك في رادس. تكلموا الأولاد قالوا رانا نحنا باش نمشي وكل. وافقهم بابا، خرجوا الأولاد مشاو المظاهرة هذيك، كانت العشية مخر شوية. 87 وقتها بدينا نعرفوا المداهمات، شو معناها مداهمات في الدار. احنا الأولاد مشاو وقالوا راهو فما كانت البوليسية، قالوا راهو بات ياسر يعني بوليسية، ما كناش نتصوروها كنا صغار شنو معناها برشا بوليسية، شنو معناها، كنا ديما نتسائلوا شنو معناها هذيا. روح خويا رؤوف بكري ورقدنا عادي، قعدنا نستناو في خويا فيصل لكن هو ما جايش. بهدنا علاش ما جايش، وامي توترت قالت كيفاه خوكم ما روحش لتو علاش. احنا هكاكا ونسمعوا في الباب يضرب قوة، بهتنا نحنا كيفاش الباب يتضرب بالطريقة هذيكا. احنا صغار خرجنا نسكن الجراء، دخلت علينا مجموعة ما تصوروش يعني قداش من واحد، سلاحات بوليسية تضرب في البيبان، حصرونا في بيت، وينو خوكم عبد الرؤوف، وينو هذا، وخويا وقتها راقد. دخلوا له البيت، كسروا باب البيت ودخلوا، بداو يضربوا فيه قدامنا نحنا نشوف فيهم، ويضربوا فيه بسبابة متاعهم على ساقيه. قوم قوم، قام فجوع هو شنيا فما. قالوا له انت اسمك عبد الرؤوف؟ قال لهم اي. هزوه، نتذكرها كيفاش هكا شنقلوه يعني من حوايجه وخرجوه هكا بقوه. نحن بهتين نخزروا بعضنا وقعدنا هكا، فهمنا كلها محلوله. خزر واحد منهم لاخوتي الصغار، قال لهم تحركوا بقياعكم انتم تشوفوا شنو نعمل لكم، وشد عليهم الفرد. تفجعنا نحن اول مره نشوفوا سلاح، شنو معناها هكاك سلاح. عشنا في حاله ترعب، هزوه ونحن كنا في حال ذهول. امي واقفه ما نجمتش تقول حتى شيء. بابا هو يقول لهم علاش، يقولوا تو نقول لك علاش يا حاج، تو نقول لك علاش. مازالوا كي خرجوا هما ونحن داخلين بعضنا في النهار هذاك، بعدها كيما نقولوا نحن حكيت ساعه ونص تقريبا، عاودت جاتنا مداهمه اخرى. مازلنا نحن نلموا في الشتات تاع الافكار نتاعنا في الدار، وفجاه داهمنا مجموعه اخرى ما نعرفوهاش بسلاحات ويضربوا في الباب، وجايبين معاهم خويا فيصل. شدوه، قالوا شدوه في رادس. دخلوا للدار طول، وين انت ترقد؟ وينهم الكتب نتاعك؟ وينهم اخوتك الاخرين؟ ونحن نخزروا لهم، مشاو طول للمكتبه وين نحطوا نحن الادوات المدرسيه نتاعنا. قال لهم هاو ادواتي، وقتها هو عملتها بكالوريا. يشد في الكتب ويقطع فيهم، ونذكرها كيما توا هز الكتب نتاع القرايه ويعيط يصيح الراجل يقول هذه اللي خرب لكم الافكار نتاعكم. هز كتب بس كتب قرايه عادي، شنو اللي فيه؟ كتاب نتاع فلسفه ولا كتاب نتاع عربيه، شنو اللي فيه؟ يهز ويبدا يرمي فيه يقول هذا اللي يهلك لك الافكار نتاعك انت، تو نوريك. لمك الكتب هذيك بطريقه وحشيه، يلموا في الكتب. امي خزرت لهم كيفاش يلموا في الكتب هذوكم، وخافت هكا علينا، دزتنا قالت لنا اقعدوا انتم في البيت لهنا ما تتحركوش. المدة هذيك هزوهم وهزوا معاهم خويا عبد الرحمن. مدة الإيقافات تراوحت ما بين جمعة وجمعتين وشهر للأولاد. خويا فيصل وقت اللي يروح بعد الجمعتين هذوكم اللي هو متاع التوقيف نتاعو، ما نحكي لكمش ظهروا كيفاش. ظهروا الكل مجروح، الكل بالدم، كي يجي باش يرقد ما ينجمش يرقد. أمي تقول له شبيك، وهو يبدا يعيط يقولها لا حد شيء. حتىش من غدوه قالها امي يجي داوي لي ظهري. قالت له شبيه ظهرك؟ قالها اجي تا نوريك. مشينا نجراه ونحن الكل، شنو معناها اجي تا نوريك؟ يهز مريوله، ظهره حاله، ظهره ازرق، الكل خطوط خطوط حمر بالدم، الكل مزلوع. قالت له امي مناش؟ قالها راهم ضربوني بطريقه يمينتي ما تصوريهاش كيفاش. قعدنا مرعوبين من عام 87 ونحن مرعوبين من الحاله هذيك.
بعد 87 جاتنا الأزمة الكبيرة لعام 90. عام 90 بالحق بديت المحنة الكبيرة، وبديت من جد الضغوطات الكبيرة والمداهمات الكبيرة. بديت أول مداهمات في الدار، احنا قاعدين في الليل وبدينا نسمعوا كل مرة والأولاد خرجوا من الدار، كل واحد منهم مشى لشيرة، قال راني ما عادش باش نقعد نبيت في الدار، على خاطر كانوا كل مرة تجينا معلومة راهم بداوا يدوروا، راهم بداوا يشدوا في الأولاد. كنا في بن عروس، نحن في منطقة بن عروس، وكل مرة نسمعوا واحد من الأولاد صحابهم كانوا يتشدوا. بدينا الحق نخافوا. أمي ما تصوروش الخوف نتاعها كيفاش كان. أول ما جاتها رجعت بها الفكرة كونهم هما باش يهزونا الأدوات المدرسية نتاعنا باش يقطعوه. طول ما اللي بدات حملة الاعتقالات في بن عروس، أمي تصوروا تهزلنا في الكتب المدرسية نتاعنا اللي تشوفوا حجم كبير، وكانت يا إما تحطوا في ساشي وتحفر له حفرة وتحطوا في التراب، وأي واحد عنده فويد بريون كان يكتب فيها ولا يراجع فيها تقول له لازم هذيك كانت مخالفة ولا يشدوك عليها، تهزها تحرقها. كانت من الخوف نتاعها أمي حتى كي تحرقها تحطها في التراب، تبدأ تحفر عليها وتحط في التراب وتصب في الماء، تقول باش ما يشدوهاش ويقولوا ليها كما حرقتوا حاجة. حتى نجي نقولوا لها يا أمي ليه راهي قرايتنا، لا نقاش لا جدال فيها الحكاية هذيك، ما غير ما تناقشها فيها، ليه يعني ليه الحالة الرعب اللي شافتها 87 كيفاش هزونا هزوا الكتب نتاع القرايه نتاع خويا. قالت ليه يعني ما تناقشونيش. كنا ساعات حتى كي نجيو نفدلكم مع بعضنا واحد يدور يقول والله ما قيت شكل الكتاب الفلاني، يخزر له خوها يقول له صلي عليه صلاه الجنازه، برا شوف في انا تراب من التراب راي دفنته امي. كنت تشوفوا الكتب والمجلات اللي دفنتهم امي في الدار، يو كانوا جاوا الريعه راهي جنينه كل مليانه بالكتب وبالمجلات. على ما كانت من الخوف نتاعها اول حاجه رجعت لها هي استرجاع الذاكره نتاع عام 87 كي دخلوا هزوا الكتب نتاع خويا في القرايه، كانت ديما خايفه منها. بديتنا المداهمات، اول مداهمه صارت لنا تقريبا من ساعتين نتاع الليل، احنا راقدين ونسمعوا في الباب يتضرب ضربين ما تصوروش، يعني الضرب هذاك اللي كان في الباب حتى واحد ما كان يتصوره، وتسمع كان فوق السقف تك 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 وجري، وتسمع في ناس يضربوا عليك في الشبابك. تصور انت على الكونتور كله متاع الدار ناس تضرب في الشبابك. امي خرجت تجري وبابا ونحن خرجنا مفجوعين ونعيط ونصيحوا. واحد كسر علينا باب الدار ودخلوا يتجراو، تلمو انت كي تصدم تخرج تجري وتتصدم بواحد ما تعرفش اسكو روحك تصدمت بحيط ولا تصدمت براجل، تهز روحك تلقى روحك قدام واحد ما تصوروش يعني الجهمات نتاعهم كيفاش. والسلاحات اول حاجه يعملها لك حتى الضوء يقول لك ما تشعلش الضوء. انت صغير كيفاش تتصرف هكاك؟ انت صغير واخوتك معاك صغار ويزيد يشد سلاح في وجه اخوك ويحطه له في وجهه، واخوك يكون العمر نتاعو ما بين 12 و13 سنه، شنو يكون احساسك انت؟ شنو هي هالطفوله اللي باش تعديها انت في الوضعيه هذيك؟ امي تفجعت ياسر، بدات تسيح وقلت لهم عليه شنو هذا الكل؟ قالها هذا الكل خاطرك انت ما عرفتش تربي ولادك. بابا يقول لهم علاش وليدي شنو اللي عملوا لكم؟ يقولوا له يا حاج كان جيت ربيت ولادك تربيه باهيه راه ما وصلناش للحاله هذيا. دخلوا مشاو للكتب، اول حاجه يمشي للكتب، يمشي للغاردروب يفرطوا يهزوا، ويا ويلك اذا كان القاش هذا مش هيد نتاعك العلمي. هذيك اول حاجه يتصرف لك فيها طول يشدها اوتوماتيكمون يعمل هيك هكا. اكثر شهيدنا اللي خذيناهم كي كنا نقراو قطعوها منا طريقه وحشيه. الكتاب كان يهز لك الكتاب ويفرطوا هكا ويضربوا على توليده في الحيط، تبدا ساكت تبدا مفجوع تقول قرايتي ما عندك علاش باش تحارب انت كان على قرايتك، هذيك الحاجه الوحيده اللي عندك انت في العمر هذيك ما عندكش حتى شيء كان قرايتك. هذيك اول المداهمات، هذيك اول ليله، هذيك ليله كانت مشؤومه عندنا نحن، ليله مشؤومه هذيك حتى بمرور الزمن، وتوا شوف قديش عدينا عليها من عام.
الليله هذيك ما ننسوهاش اول ليله اللي عدوها معانا كيفاش حتى نبداو قاعدين يقولوا شفتنا احنا كي تعديت الفتره هذيك نبداو قاعدين مع بعضنا ونحن صغار يقولوا شفت انت شفت سلاح حقيقي في حياتك يقولوا له نحن شفناه يبدو ولاد الحومه يقولوا كيفاش شفتوه كيما نحن في الافلام يقولوا لهم اللي راه ماهوش هكاك السلاح الحقيقي نبداو نصفو لهم فيه ونصفو في الالوان فيه يقولوا لهم راه مش كيما اللي عدوفونا في الافلام كيما اللي تشوفوه انتوما راهو ولاد صغار تصوروا انتوما في العمر هذاك وين الطفوله انا طفوله يحكيوا عليها وحيمه الطفوله انا هي في الوقت هذاك من غدويكا وليت المداهمات في النهار وفي الليل ما تعرفش عليهم وقتاش يدخلوا لك للدار نبداو قاعدين مثال مع ال11 تشوف كان الكلوار مليان بالناس نترعبوا احنا مثال انت تبدا تحضر روحك في المغرب باش تتعشى انت مازلت ما حطيتش العشاء نتاعك وتشوف كان مجموعات دخلت عليك فما مره جاونا من العشاء في العشيه مخا جاتنا مجموعه ما تصوروش بسلاحات اللي لابس كسوه اللي ماهوش لابس اللي مغطي راسه اللي لابسين بالاكحل لابسين بالازرق الوان عمرنا ما رينيهم في حياتنا رانا تفجعنا اللي بالبروتكان يضربوا في الباب دخلوا علينا للدار ما تصوروش قداش من واحد ما تنجمش تحسبهم وكل فرد من افراد العائله بالرغم عائلتنا كانت فيها 14 واحد تقريبا كل واحد وكل صغير واقفين حداه اثنين ثلاثه راهم كنقول لكم قتلونا بالرعب وينهم اخواتكم وينهم وين مشاو اخواتكم يسالوا في بابا شدوا بابا قالوا له شنو هالعيله نتاعنا نقعدوا نخدموا كان عليكم انتوما دارتو نكتي راكم ممرجتونا راكم تحبتونا يقول لهم بابا علاش وينهم هما اولادي اولادي راني انا بيدي ما شفتهمش عندي مده ما شفتهمش يقولوا له ملا التربيه تربي فيها في اولادك ضيعتهم في هالمجتمع وضيعتنا نحن معاكم هدى توقفوا اخوتك خمسه توقفوا كان تحكي لنا وقت اللي توقفوا المعاناه نتاع الوالده كانوا ديما كي يجيونا للدار يسالوا على حد نكونوا متاكدين اللي هما راهم شدوا واحد منهم مشيت امي المره الاولانيه بعد الضغط هذاك جاتها نوع من الهستيريا امي والكل ولات ديما تحت ضغط كلي حتى لين هزيناها ولينا للطبيب نفساني مشى بابا سال عليهم كل مره يسال في بقعه يقولوا له راهو ما فماش حتى لين جاتنا معلومات اللي هما راهم في الحبس كي جينا معلومه اللي هما في الحبس نمشوا نتصلوا بالحبس مثال واحد يقول لك هاو هنا وواحد يقول لك مش هنا اول الحبوسات كانت 9 افريل مشينا ل 9 افريل ما غادي كان يمشي بابا يطلع لهم بطاقات زياره من المحكمه بدات معاناه 9 افريل وبدينا شنو معناها نعرفوا حبس وبدات انواع الزيارات في الحبس لولاني يبدا في 9 افريل هذاك تلقاه تتهنى على الاقل جزئيا تتهنى كون اخوك هذاك في 9 افريل تمشي باش تنشد على الاخر يقول لك مش هنا تمشي له برج الرومي يقول لك به هاو هوني تراسي تمشي تطلع زياره امي السجن برج الرومي تمشي باش تطل على خويا منير يقول لها مش هنا مثال في مرناك تمشي تراسي لها مسكينه المرناك يمشي يطلع بابا بطاقه زياره المرناك كانت كل واحد يحطوه في حبس كل واحد نمشوا له الحبس كيفاش باش تفرق روحك انت جمعه كامله كل واحد يحطوه لك في حبس كانت معاناه كبيره ياسر وبدات معاناه القفه القفه ما تصوروش قداش كانت صعيبه ما تصوروش قفه في عيله بالنومبر هذاك مع ابوه بركه سائق حافله في الوقت هذاك ما تعرفوش قداش كانت صعيبه وقداش كانت تتكلف القفه هذيك تعرفوا اللي لم هي عليها هي حسن التدبير حسن التدبير هذاك كانت امي مسكينه مش نقول لكم هي حسن التدبير هي اكثر من حسن التدبير ما انه كانت شعريه متاع بابا كانت ضعيفه ياسر كيفاش كانت باش توفر القفه وكانت يلزمها تهزلهم قفه تعرفوا شنو معناها تهز قفة؟ يعني هو يحس اللي أهله لاهين بيه تعرفوا شنو معناها قفة؟ قفة يعني أهلك رم حشتهم بيك رم أهلك ما قطعوش السيلة بيك أمي علقتي أسر من قفة
تصوروا كنا نمشيو للاسواق، ناس تمشي للسوق، كان تمشي مبكر للسوق تاخو حاجه نتاعها وتروح. احنا كنا نمشيو للسوق اخر السوق باش كانت الخضره ترخص وتنجم انت تشري منها الخضره هذيك. كانوا الخضاره يلوحوا الخضره نتاعهم بعد ما يكملوا البيوع نتاعهم، كانوا اللي يبقى لهم الخضره تلوح. كنا الخضره هذيك نمشيو نبداو قاعدين لوطه ونحنا صغار ونفرزوا فيها الخضره هذيك. معاناه القفه بالحق اللي ما مشاش للحبس وعاش فتره ما يعرف شنو معناها وما يعرف شنو معناها الخصاصة. وصلنا في فتره القفه باش اخواتنا ما يتحرموش، اخواتنا توصلهم حاجه ولو بسيطه من القفه. كنا ناكلوا ماء نحطوا فيه خبز يابس نحصروا فيه القارص ناكلوه. علاش؟ باش نوفر القفة. تعرف خوك بعيد عليك، تعرف خوك تحرم برشا حاجات. هدى أمك ما كانتش تهز قفة، كانت تهز 6 قفاف. هذا مهم أنا تحكينا كيفاش تنجم تعمل 6 قفاف في الجمعة، كيفاش كانت تعمل، كيفاش كانت تقاسي. كانوا يتعمدوا الإساءة لنا، كانوا يتعمدوا الإساءة لأمي. نهار الاثنين تزوري واحد يزمك نهار ثلاث تمشي للآخر، نهار الأربعة تمشي للآخر، نهار الخميس للآخر، نهار الجمعة للآخر. كانوا يتعمدوا نهار الزيارة ما يكونش نهار القفة، بشكي تمشي إذاك عندك قفة وزيارة، كل نهار عندك قفة وزيارة، كل نهار كان الديريكسيون بتاعك تمشي الحاجة. صورونا في العمر هذاك كنا نقسموا رواحنا مجموعات مع أمي باش نعاونوها. تصوروا أنتوما كل ليلة أم ما ترقدش هي والبنات متاحها وولادها باش نعاونوها. تلمو نحنا نتعب وتسخف علينا تقول برو أمشوا أرقدوا، هي تكمل طيبها حتىكش الأربعة متاع الصباح تبردها ونحنا نخرجوا مع الأربعة ونص 5 غرباء. إذا كان زيارة تقسم أمي زيارة هي وتهز معاها زوز من الناس، وإذا كان قفة يلزم قفة هذيك يهزوها زوز من الناس. كانت ترزينا ياسر القفة هذيك. كل يوم كنا نمشيو على المنوال التالي، كل يوم ونحنا هكاكا مجموعة تمشي للزيارة ومجموعة تمشي للقفة. من قدويكا نعاودوا أمي تمشي للزيارة ويتبدل برنامج، اللي مشاو للقفة يمشوا للزيارة واللي مشاو للزيارة يمشيو للقفة. كنا كي نمشيو للقفة المدة الأولانية كانت القفة نهز وقفة ما تصوروش، يعني أنت تعرف واحد مسجون وتقول ما هوش قاعد يأكل ما هوش قاعد يشرب، على الأقل أنا نوفر له 3 4 مكلات باش نهزهم له، نوفر له غلوة الغلة، نوفر له كل شيء. المعون تعرفوه كان في البلاستيك. كانت كي تتهز قفة نمشيو للزيارة قفة هذيك ما ترجعش. تعرفوا شو معناها قفة ما ترجعش؟ يعني باش ينضاف عليك مصروف، يعني باش تزيد انت تزيد تمشي تشري معون اخر، تشري قفاف اخرين. كنا ديما نقولوا علاش ناس تخرج القفاف نتاعهم واخواتنا ما يخرجوش القفاف نتاعهم، علاش ناس تخرج الدبش واخواتنا ما يخرجوش الدبش نتاعهم. امي ديما تقول لهم علاش ما تخرجوش وليداتي دبشكم، بالاخص الفتره الاولانيه. قولوا لها لا يا ميمتي احنا رانا نلبسوا ناس الكل مع بعضنا. تبهت امي كيفاش تلبسوا ناس الكل مع بعضكم، وهما ثرنتهم كانوا الاولاد الفتره هذيك من كثره التعذيب اللي ذوافر نتاعو منحيه واللي ظهروا مسلوخ بالتعذيب. كان اللحم نتاعهم لاصق في المراول، تلما كان ينفخوا المراول في الماء الولاد ويغسلوهم بالصابون باش ما يخرجوناش. قعدوا تقريبا 6 أشهر ما يخرجوش في الحوايج نتاعهم، وبعد ولا يخرجوا الحوايج كي تجي تثبت تلقى في الذنيه من داخل نتاع المراول ذويثر اللحم فما دم يابس ماهوش منحي. بدينا نتفجعوا، بدينا نسالوا فيهم. كي تسألوا أمي تمشي للقفة وتقول له ولدي علاش أنت هكاكا، علاش فما دم، علاش فما ثر. انهاروا كان يجيو الزيارة الأخرى أمي كي تمشي ما يخلوهاش تزور، يقولوا لها راه ولدك في السيلون. علاش في السيلون؟ على خاطر هو مثال. قالها يا أمي راه ضربوني وإلا يا أمي راني تعذبت. كان كي يمشي للسيلون وما نزوروهش
بعد السيلون هذاك كي يخرج يخرج يديه لوطه تنجم تشوفه. انت على اول ما تدخل الساعه كي تجي باش تزوره طول تبدا تخزر له هكايا، لقصته حاجه فما حاجه ماهو لاباس، تبدا تخزر له في وجهه، تحس عينيه محوقه، تحس ليه، تحس وجهه احمر ليه. يجيهم ما كانوش يهزوهم، علاش؟ خاطر يجيهم كان تبدا بالدم ولا ظوافرهم يبداو منحيين. يخرج من السيلون يبدا يكوع، كي يجي باش يخرجوه يقولوا له هيا وفات الزياره، يقولها يا امي راه ولدك شوفي كيفاش يمشي. تزيد هي اكثر، تصوروا واحد يخرج من الاربعه نتاع الصباح باش يمشي يزور، يزيد يشوف ولده هكاك بالطريقه هذيك كيفاش تكون الحاله النفسيه نتاعو، وباش يزيد يعاود يسهر في الليل باش غدوه يمشي يزور خوه اللي بعده. معاناة الحبس كانت معاناة ما تصوروهاش. معاناة الحبس تبدا من الشارع، ملي انت خارج من الدار، ملي انت هاز قفه، الوجوه اللي تشوفهم في الشارع هي بيدها اللي تركب معاك في الكار، تتلفت في الكار تلقاها بجنبك، توصل قدام الحبس يكون بجنبك. الحبس من برا يجي باش ياخو بطاقات زياره، يقولها لابسه هكاك راك ما تدخلش. امي احنا من الجنوب، امي كانت محافظه ياسر، الى حد الان فماش خروج كان بالسفسيري. كانت كي توصل قدام الحبس يخزر لها العون البرا، نبدو مازلنا في الشارع باش ياخو بطاقات باش يدخلنا لداخل. يقولها نحي عليا السفسيري هذاك، لابسه تحته حاجه، تقول له وليدي ما لابسه حتى شيء، هذاك سفساريه ما نجمش نحيه. يقولها نحب نشوف شنو اللي تحته، تقول له راس ولدي لا عندي حتى شيء. يقولها ما يسالش، هز شويه خليني نشوف لون شعرك. احنا كنا نجمو نتفاداو هذاك شويه بحكم خاطرنا صغار، وكل كنا ديما يا اما كاسكيت وكشكول يا اما بوني. كنا الحق في الشتاء كنا مسلكينها ياسر، العبد يبدا لابس هاكا طربوشه سوف يحط كشكول ويبدا لابس الكابوت نتاعو بالطربوشه، كنا باقي في لنهوان شويه. اما يحسرك بها كي يبدا الحال حال سيف، يقولها عامله مساك لازمك تنحيه ما كانش ترجع. تقول له عايش ولدي كيفاه، يقولها ما فماش، اذا كانت تحبي تدخلي لولدك تنحي المساك هذاك. تقول له عايش ولدي هاني عملتها هاني ربطتها تقريطه تونسيه، يقولها حتى كان ربطتها اقشحلت لي شويه. تدخل داخل مازلت في الباب، كل مره في الباب سيء، انت باش تدخل الباب الشومبر اللي باش تزور فيها، يطلع لك بطلعه يقف لك قدام الباب يقولها يا تنحيها الفولاره جمله ما فماش دخول، يحطها امام امر الواقع. عايش ولدي شوفني انا قديش كبري، احسبني كيما امك. يقولها انا امي حجت اربع حاجات وخمسه حاجات وما ريتهاش امي عمرها ما لبست اللبسه هذه. تقول له عايش ولدي راني كبيره راهو عيب ما يطلعش حتى عليا. يقولها العيب مانيش قاعد نعمل في العيب، يا اما تنحي الفولاره نتاعك يا اما ما تدخلش لولدك. هدى الحبس كبيره. هدى انت حكيت لنا كيفاش الستة كانوا موزعين على ستة حبوسات، لكن في فترة ما لموهم فرد حبس، كيفاش فك الفترة هذيك تعاملوا مع الوالدة، كيفاش نظمت هالقفة هذية والزيارة كيفاش؟ الزيارة مستحيل يحط لك واحد بحذا خوه، مستحيل. مرة مشينا باش نزوروا رؤوف نلقاوه مازال كي جاي، قال راني كنت في السيلون. عليه في السيلون خزر قال لنا والله كي كنت في الداخلية أرحم ياسر بالسيلون. تصورت يا خوك تمشي تزور ويقول لك الكلام هذا شنو معناها؟ يعني تعذب بطريقة أنت ما تنجمش تصورها. سقيم ما نجمش يمشي عليها، كي يبدا واقف يبدا يجهد في الحيط باش ينجم يكلمك. قال تعرفوا انا علاش دخلت للسيلون؟ قال نحنا في الليريا وشفت خويا مهدي يرحمه ما غادي. قال ما تصوروش قداش فرحت اللي عرفت خويا معايا في الحبس. مازال يهز في يده باش يقول له انا هاني هنا، يعني باش يسلموا على بعضهم من بعيد، قريب العام ما شافوش بعضهم هما والكل. هو شافوا هز يده وهما هزوه، عذبوه هبطوا للسيلون، قالوا له شكون هذاك ومنين تعرفوا؟ كيفاش تعرفوا؟ تصوروا كانوا يعملونا يوصلوا يعملونا مثال نهار يزوروا زوز مع بعضهم. نمشيو من 8 نشدوا الصف باش ندخلوا للزياره،
كيفاش كانت الزياره؟ يحط لك الزوز يلزمك تزورهم مع بعضهم، والزوز في زوز شامبر كل واحده سيباري على الاخرى. كيفاش باش تدخل لهم انت زوز مع بعضهم؟ كنا نقسموا بعضنا، كل ثلاثه يلزمهم يدخلوا الواحد، يعيطوا لهم اثنين مع بعضهم، تصوري في نفس الوقت. وكانت الزياره نتاعنا ساعه ديما هي الاخرانيه، ديما ما بين نص نهار ونص نهار ونص. الزياره الفتره الاولانيه ساعه كانت ما تفوتش ثلاثه اربع دقائق، اذا كان بالقديه هذه ثلاثه اربع دقائق قلت له وينك وشنو حوالك ولاباس وراهي العائله لاباس. ما زلناك بدينا تقول له على السلامه وينك، يقول لك فات الزياره. ديما نقسموا بعضنا، العيله كامله كانت مجنده، مجموعه باش يدخلوا الرؤوف، مجموعه كانت تمشي الفيصل، مجموعه باش تدخل المهدي يرحمه، مجموعه باش تمشي المنير. مشينا عندنا سق هذاك، ضيعت الناس كل قرايتها، ضيعت اي واحد عنده كان خدمه كان يضيعوا. علاش باش تمشي لخوك؟ تعرف شنو عليها تمشي لخوك للحبس؟ باش يحس اللي وراها راهو عائله. العائله هذيك ما خليتوش، ماهيش باش تخليه. العائله هذيك ما دامها تولدت على كونها تكون متماسكه، يلزمها تقعد على طول متماسكه. امي ديما تقول لنا خواتكم وياكم يجيكم نهار تفلتوا في خواتكم. راهو اللي شاف الحبس وشاف اخوته كيفاش بعدت عليه واخوته كيفاش تعذب ياخذ بالحق معنا العائله. في الحبس كان خويا مهدي يرحمه كانوا يتعرضوا لاولاد ديما كانوا لازم باش يمرضوا في الحبس. خويا مهدي مرض بالقديه في الحبس. خويا مهدي يرحمه جاتو كحه، بدا يكح وبدا يتقلق، يقولهم عدوني على طبيب، يقولوا له عليه طبيب على شويه كحه. بدات الكحه هذيك تمشي وتزيد، نمشوا له باش نزوروها يتنفس يبدا بالسيف، يقول راني نحس في روحي مانيش عادي، راني نحس في الرويري نتاعي ماهيش عاديه، راهو التنفس نتاعي نحسه شايح، نحس فيه يخرج بقوه. امي تقول له يا وليدي ما نقولوا فما طبه، يقول لها يمي انت راهو طبيب ما يعطيني حتى شيء، يعطيني كيما نقولوا نحن اسبيرين ولا بانادول ولا حاجه، يقول له اكاو، يقول لها راهو ما يعمل لي حتى شيء، راهو الدواء اللي يعطيني فيه الطبيب راهو ما يعمل لي حتى شيء. حتى كي كان يتنقل من حبس لحبس ويقول لها براني مريض، يقول له ليه على شويه كحه. بدات تستمر الكحه هذيك وبدا يبدا عنده ضيق في التنفس، بدات تتاثر الرويري نتاعو حتى لين خرج من الحبس. خرج بالحبس زاد تأزم برشا، كي خرج من الحبس كل واحد منهم يخرج من الحبس المده الاولانيه لاولاد اللي عدوا ما بين عام وستة اشهر انتماء حتكش لثلاثه سنين، اول ما يخرجوا من الحبس لازمتهم هذيك المتابعه الاداريه كانوا كل يوم يلزمك تمشي تصحح ثلاثه ولا اربع مرات. خويا مهدي ما يزيش كان مريض مسكين ويزيدوا يقولوا لي لازمك تجي اربع مرات في النهار. تعرفوا شو معناها اربع مرات في النهار؟ يعني واحد ما يلزموش يخدم، واحد ما يلزموش يكمل قرايته. تعرفوا شو معناها واحد يقرا ويكمل قرايته؟ هدى انت شنو صار لك في الحكايه هذه؟ وقت اللي بدات المداهمات على الدار وفتره الاعتقالات انا كنت نقرا في رادس، كنا نقراو في رادس وكانت فما فرقه من رادس تجي، كانوا كل مره يداهموا الدار، جاو هزوا خويا عبد المنعم كان يقرا معايا في رادس، كان في ليسي تكنيك وانا عملت تي او جي. احنا مره في رادس وتصارت مظاهرات، فتره المظاهرات هذيك مره نحن مروحين، كنا في الليسي ومروحين ثلاثه بنات شدونا قالونا باش نهزوكم تعملوا التزام على الخمار في المركز. احنا بنات صغار مشينا للمركز، تصور بنية صغيرة تمشي للمركز كي يعرضوك الأعضاء تاع المركز هذاك شنو تحس؟ كي يعرضك واحد تنجمش حتى باش تهز راسك هكا تشوف راس وين، شنو احساسك في الفترة هذيك؟ يضربك بالمفتاح على راسك،
يضربك بالكف على راسك، ينحي لك خمارك طريقة ما تصوروهاش، يعني يخق كبير، نحونا خماراتنا وقع الاعتداء علينا، ما تصوروش كيفاش، يعني ضرب، إهانة، سبين، كلام ما تصوروش كان يقولوا لنا فيه. صححنا وخرجنا، قعدنا يجي ساعتين، كنا باش نروحوا، كيفاش باش نروحوا، وجوهنا حمر هكاكا والكف كنت كي تاكل كف، تعرفوا كف يعني تقعد في حالة ذهول، في حالة غيبوبة، بك الكف هذيك على الأقل دقيقتين ثلاثة باش يرجع لك الوعي متاعك اللي انت راك في المركز. تصورونا خرجنا من غادي، كمشينا البحر، نشدوا في الماء البحر، نغسلوا بيه في وجوهنا، نكمدوا بيه في وجوهنا باش ما نروحوش للمدينة، باش ما يسمعوش بينا اللي نحنا شدونا. جات فرقة في الليل يفركسوا على خويا عبد المنعم، دخلوا ما لقاوهش، وهو وقت عبد المنعم شدوه وقع، شدوه جماعة الحرس متاع شارع فرنسا في بن عروس وخلوه عندهم. جاءوا في الليل، وقعت المداهمات كما العادة، وبعد خزر لي قال لي انت تونكتي متاع رادس؟ تفجعت انا وخفت، يقول دهرنا على الحكاية هذيك، قلت له اي نقرأ في رادس؟ قال لي غدوة تو نتفاهموا. تصوروا أم تسمع في الليل عون أمن يهدد في بنتها تو غدوة نتفاهموا، شنو باش يكون الشعور متاعها؟ من غدوة صباح قالت لي أمسى باش تمشي الليسي، ما يلزمكش تناقش، ما يلزمكش تناقش على خاطر تعرف أنت الوضعية اللي فيها داركم وتعرف شنو اللي جرالك. قعدت الأربع أيام هذوك ما مشيتش للقراية، عملت سيرتيفيكا، جيت نهار الاثنين ماشية أنا داخلة الليسي، العساس من برا تونكتي لي دار حشتهم بيك، حسيت فما حاجة. أنا طلعت لي دار، القايم العام قال لي اسمع، أنت ممنوع تحط ساقيك هنا إلا ما تجيب ولي أمرك. قلت له تو نجيبه بابا، نمشي تو نجيبه ونجي بابا. الفترة اللي نحنا نقراو فيها في رادس كان ديما ياخو السكتور هذاك، ديما كان يخدم في الديسات، قلت له تو نجيبه بابا، حتى كان يتعدى بالكارتة ونوقف نقول له بابا راهو في اللي دار حشتهم بيك. قال لي لا، تجيب أمك، وقال لي تو تمشي تجيبها. بهت أنا شو معناها نجيب أمي؟ روحت للدار، قلت لي أمي شبيك روحت؟ قلت لها راهو ما حبوش يقبلوني، وقال لي ما تجي إلا ما تجيب معاك أمك. قلت لي كيفاش هذا كلام يتقال؟ شنو تجيب أمك وبوك وينو؟ قلت لها راهو قال لي هكا. قعدنا نستناو في بابا، روح العشية قريب ما ثلاثة هكاكا دخل، مشيت أمي حكيت له الحكاية، قلت له راهو طردها وقالها ما تجي إلا ما تجيب معاك أمك. قالها عليه عسكر كردونة أنا هنا، شكون الولي متاعها؟ قال لي بابا البس هاي نمشي. لبست، مشيت أنا وبابا اللي سي، احنا دخلنا، هو قالوا تفضل، قالوا أنت راك طردت بنتي صباح، وقلت لها ما ترجع لما تجيب ولي أمرك، أنا راني بوها ولي أمرها. قالوا لي ماكش ولي أمرها، قالوا هاي بطاقة التعريف متاعي أنا نكر فيها بنتي. قالوا لي أنت ماكش ولي أمرها، إحنا حشتنا بأمها. قالوا شنو معناها حشتك بأمها؟ قالوا لي إحنا حشتنا بأمها، عنا حاجات أوراق لازم تصحح فيهم، الأم ما عندوش الحق البو يصحح فيهم. قالوا أنا مرتي ما تخرجش ما تجيكش الليسي، قالوا حتى بنتك ما ترجعش الليسي. من وقتها طردوني الليسي، أنا رجعت، قال لي مستحيل على كونك الساق نتاعك تحطها في الساحة، يا إما تجيب أمك يا إما انساها برايتك. بابا قالها أمي ما تمشيش، وأنا إذا كان هي باش يصير لها كيما صار لخبطها الأولاد ما فماش داعي كونها هي تكمل الدراسة نتاعها. قعدت في الدار، قعدت في الدار وتصوروا العبد الأزمة اللي تصيرلو، دخل على القراية بتاعو. علاش؟ على خاطر خمار، الخمار شنو اللي باش يزيد وشنو باش ينقص؟ كان في الوقت هذاك فماش حتى واحد يحمي عليك، ما تلقاش منظمة تحمي عليك ولا
ويقول لك حريه. وين الحريه وقتها؟ ما عندكش حتى الحريه انت باش تلبس. تصوروا نحن مره قاعدين في الدار كلنا، دخل علينا الحاكم القلا قاعدين البنات وبابا معانا وقاعدين نحكيو، هو كان يدخل بدون استئذان. المطربي المطربي فيهم يكسر عليك باب الدار ويدخل. القلا قاعدين، قال له شنو يا حاج؟ يا اخي عيله كامله مقربتينا. تزعنا نحن وقمنا. قال له حاج لمهم الكل وهيتهم معاك للمركز باش نمشيو نعملوا التزام. تصوروا خارجين من الدار، شفتوا الدجاجه والفلالس نتاعها تمشي. بابا يمشي مسكين القدام وباهت، ونحن نمشي وراه الكلنا. هزونا للمركز، ما تصوروش الكلام، ما تصوروش شنو يقولوا في المركز قدام بو وبناته ومرته. الكلام اللي عمرنا ما سمعناه، الكلام اللي عمرنا ما نعرفوه، راهو كلام بذيء ما تصوروش. والجملة الشهيرة اللي عنده، انتم درتوا نكتي عذبتونا، ما فهمناش منين خرجتونا، انتم تعرفوا شنو كاركم؟ كاركم في الصحراء وننفيوكم ونطرقوا عليكم بالنار بشوف الناس نتاعكم غادي. ما تنجميش ترجع عليهم. بوليس كيفاش باش يرجع عليه الأب؟ عملنا لكلنا التزامات وروحنا. شكرا هدى، شكرا على شهادتك. هدى والله ديما نقول الحمد لله اللي تغيرنا من حال لحال. الحمد لله اللي وصلنا للمرحلة هذه. احنا عقدين النوارة في الثورة، ما تصوروش قداش فرحنا برشا بالثورة. نتصوروا احنا هنا باش نوصلوا بالحق المرأة ومعاناة المرأة، راهو كانت على امتداد سنين في الدولة هذه، وما زالت المرأة باش تعطي، وما زالت المرأة باش تجيب أجيال. راهي الأم إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. تحية لكل أم وتحية لكل مناضلة، وإن شاء الله كل واحد ياخو حقه في البلاد هذية، واللي يستحق باش يتحاسب يلزمه يتحاسب، خاطر راهو واحد بالحق يضيع قرايته. طفولة ما عشناهاش كيما عاشوها ناس طفولة، ناس عاشت طفولة قراية ومرح وفرح. المرح متاعنا كنا كي نمشيو زيارة باش تشوف خوك وينو، الفرح متاعنا كنا تشد مجلة باش تقراها تلقاها مقطعة في الشارع تشدها تبدا تقرا فيها، نلحقوا بجيران باش يعطونا جرايد نتاعهم باش كنا باش نقراوهم، كنا بسرقة على أمي باش أمي ما تأثرش. وإن شاء الله كل واحد يلقى فعله ونتقابلوا عند ربي إن شاء الله. شكرا هدى. يعيشك. الشهادة باش تكون لي الناشطات الحقوقيات، و السيدة أحلام بالحاج كانت باش تكون معنا لكن تعذر عليها لسبب قاهر وجودها معنا، لذا سجلنا شهادتها وستعرض عليكم الآن. بديت الأول نشاط كان 8 مارس الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ووقتها مازال الكلوب طاهر حداد نادي الثقافي طاهر حداد مازال ينشط في أوائل الثمانينات، وكان من النشاطات يعملها زادة إني خرج من النادي وجي لكلية الطب باعتبارني كانت فما مناضلات من النسويات داخل الجامعة، دونك كان هذاك لقائي الأول بالحركة النسوية. وبعد عملنا لجنة سميناها لجنة المرأة الواعية. اللجنة هذه مشيت احتفلت بال 8 مارس في الكامبوس بوغ لا بروميير فوا، سكي نيتي با ايفيدون على خاطر وقتها كان الاحتفال ب 8 مارس يعرضنا للضغوطات من الناس الكل، يعرضنا للضغوطات من النظام اللي ما يعترفش ب 8 مارس، عندنا كان 3 شعوط، يعرضنا للضغوطات من الحركة الإسلامية وقتها اللي تعرض الاحتفالات هذه المستوردة نتاع الغرب ونتاع الواحد ونتاع النساء اللي
الترافيس يقولوا، وتعرضنا زادة لضغوطات من طرف اليسار اللي ما كانش يعترف بالحركة النسوية المستقلة باعتبار أنه هو تقسيم للطبقة العاملة. فوالا هذه البرومي كونتاكت. لكن في نفس الوقت كان فما دوتر كونتاكت ايفيدامون مع الاتحاد العام للطلبة التونس من أجل 18 الخرق للعادة والفهم الكامل للواقع السياسي. بروغريسيفمون معناتها من الجامعة بعد دوا ما تخرجت وبديت دونك التحقت ايميدياتمون بالاتحاد العام التونسي للشغل توجد دونك 89-90 وقتها بعد ما لجنة المرأة لجنة دراسة قضايا المرأة العاملة توقفت 1985 معناتها بعد ما خدمت مدة توجدت في اللجنة اللي حاولت ترجع لجنة المرأة العاملة واللي على إثرها وقع تقنين وجود لجنة المرأة العاملة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل في مؤتمر جربة. دونك كنت أنا في كل مجموعة نسائية اللي خدمت حول المسألة هذه. دايور وقتها طرحنا مسألة الكوتا اللي توا نتفكرها أني حبينا ندزو أن يكون فما كوتا وما تقبلتش 20 عام بعدها اليوم باش وصلنا للكتاب. الفكرة انك تعمل تمييز ايجابي لفايدة النساء كانت مرفوضة تماما من طرف اليميني واليسار وكل الواحد. دونك كيف كنا نحكيو على تمثيل ايجابي تمثيل نسبي للنساء وتمثيلية معناتها من ديسكريميناسيون بوزيتيف كان فما اشكالية وترفضت. دونك سعيدة اني في 2017 وصلنا لها. كنا ربحنا برشا وقت كان عملناها اون 2009 ان انخرطت في الجمعية في نهار اللي تأسست الجمعية بصفة رسمية في اوت 1989. دونك 6 اوت 1989 تحصلت الجمعية التونسية النساء الديمقراطية على الترخيص على الرخصة القانونية وجست بعدها عملت معناتها يوم مفتوح اللي انخرطت فيه نهار ذاك للجمعية. أنا أعتقدش أني ما كانش فما صدام مع الحركة النسائية المستقلة، كانش فما صدام مع كل كلام حول حقوق النساء، لكن مع الحركة النسائية المستقلة من الأول معناتها ما كانش فما قبول. لماذا حركة نسائية مستقلة مادام الدولة متحملة هي تتكلم؟ وحنا حكينا برشا على الحركة النسائية، حكيت على نسوية الدولة ان هي فيمينيزم ديتا معناتها ان الدوله في تونس من البدايه مع بورقيبه كانت هي اللي متكلمه على حقوق النساء وتواصل ذلك حتى في عهد بن علي. وكانت في عهد بن علي ولات الفيترين ديموكراتيك للبلاد التونسيه يسال على الحريات يقول حريه حقوق النساء وحريه النساء. دونك حركه نسائيه مستقله تجي تقول راهو ما فماش مساواه حقيقيه وتزيد نون سولمون تقول راه ما فماش مساواه حقيقيه تقول راه ما فماش مواطنه فعليه. على خاطر احنا كحركه نسويه وحسب اعتقادي من اهم الحاجات اللي توجدت معناتها واللي من الخصائص نتاعها بالاضافه لاستقلاليتها على الـ على الـ على السلطه هي اني حركه نسويه كانت عندها قراءه للواقع الذكوري للمجتمع التونسي لواقع التمييز في تونس. اني مجله الاحوال الشخصيه صحيح جابت برشا للنساء التونسيات لكنها مجله الاحوال الشخصيه محفوفه بالنقائص وفيها العديد من المظاهر نتاع التمييز. والواقع زاد كان فما هو ما بين القانون والواقع. دونك الحركه النسويه جات باش تقول راهو فما مشاكل كبيره في مجال حقوق النساء في مجال المساواه في مجال التمييز، لكن ربطته ارتباط كلي بالحريات بالديمقراطيه راهو ما فماش ممارسه للمساواه اذا كان ماكش مواطنه. والمواطنه تتطلب الديمقراطيه تتطلب الحريات تتطلب باقي الحقوق ايضا تتطلب الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه. هذا كله هو كل مترابط وحنا ديما نقولوها راهو النسويه هي معناتها سي تام فينومين ترانسفيرسال دونك يشق كل شيء. كيف نكون نسوية راني عندي قراءة كاملة للواقع التمييزي ما بين النساء والرجال، لكن عندي قراءة معناتها واقع الحريات في البلاد، كيفية تنظيم الحياة السياسية في البلاد، كيفية توزيع الثروات في الإطار الخاص والعام. دونك هذا الكل من الداخل وجو بونس اني على الأقل داخل الجمعية التونسية النساء الديمقراطية، لكن في باقي الأطر النسوية سواء داخل الاتحاد العام التونسي للشغل داخل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وإلى الجمعيات الأخرى النسوية وأساسا الجمعية التونسية من أجل البحث حول التنمية اللي هي كانت فما معناتها اون ارتيكولاسيون ما بين المطالب الخصوصية والمطالب معناتها العامة حول الحريات وحول الديمقراطية وحول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وهذاك اللي خلى معناتها اني في البداية هي اوتونومي معناتها استقلالية على السلطة باعتبار اني فما قراءة اني السلطة كانت عاجزة على الحاجتين، عاجزة على انها تحقق المساواة فعليا واني عاجزة جدا اني توفر الديمقراطية والحريات
لخص في الاخر الفتره البرجيبيه وتكون نادي ثقافيه الطاهر الحداد، وبعد بروز الحركات الاسلاميه والدعوه للريفيرندوم حول مجله الاحوال الشخصيه، دونك الحقوق ماهيش مضمونه، تنجم في اي وقت يقع التراجع فيها، وزيد فما معناتها ما فماش ديمقراطيه وما فماش، خاطر احنا ديما راهو نقولوا الديمقراطيه في الفضاء العام مرتبطه برشا بالديمقراطيه في الفضاء الخاص، الفضاء العام والفضاء الخاص مترابطين، اذا ما عندكش ديمقراطيه في الفضاء العام راهو ما عندكش ديمقراطيه في الفضاء الخاص، وكيف كيف زاد اذا كان ما فماش علاقات متساويه ومترابطه داخل الفضاء العام راهو باش ينعكس على الفضاء الخاص ينعكس على الفضاء العام، دونك الترابط ما بين الفضائين حاولنا نبرزوه كحركه نسويه ما كانش ديما ساهل. صافي ساقنا روحنا بالتصادم، تخلقنا بصفه رسميه عام 79 عام 89، لكن التصادم بدا بسرعه، بدا نحكي على العنف المسلط على النساء اللي اشتغلت عليه الجمعيه التونسيه النساء ديمقراطيه برشا، في اطار معناتها مرافقه وحمايه النساء ضحايا العنف، نلقاو روحنا ديما في تصادم مع الدولة، معناتها التصادم ما يصيرش بركة وقت اللي تدافع على الحريات، حتى كيف ترافق مرأة ضحية عنف تلقى روحك تتصادم مع أجهزة الدولة اللي هي لا ديمقراطية واللي هي ما تحترمش حقوق الإنسان واللي هي ما تحترمش حقوق معناتها الإنسان بصفة عامة. مثلا نتفكر أني عام 91 لما أطلقنا الحملة من أجل معناتها ضد العنف المسلط على النساء، قلنا العنف نقمة وسكت مذرة، وعملنا ينافيش وبدينا باش نحكيو على العنف. وإحنا علاش حبينا نحكيو على العنف؟ هو موجود في الميثاق متاعنا، لكن من أول ما تبعثت الجمعية توجهت لنا طفلة ضحية عنف، ضحية اغتصاب عمرها 13 عام، ردت الفعل متاع عائلتها كانت متمعبوها، كانت طردها هي وامها باعتبار اني شرف العيلة مدام البنية وقع اغتصابها في الشارع بدون ان تكون مسؤولة على حد شيء، لا هي لا امها، وقع طردها ومؤسسات الدولة ما كانتش حامية لها، لا البوليسية استمعوها بصفة معناتها تحترمها ولا وفروا لها الحماية ولا القضاء وفر لها الحماية، ولا كان فما اماكن فين تنجم تقعد. لما حاولنا نهتموا بالمسألة هذه نلقاو أن الدولة لا توفر أي حماية ولا تحترم حقوق الإنسانية للنساء اللي نجموا يتعرضوا للعنف. دونك كيف أطلقنا الحملة كانت إيمادياتمون معناتها الأفيش متاعنا أني وقع معناتها إيقافها في الداخلية، وبندون لونغ بيريود معناتها وقفت، قالوا لا ما عندناش عنف في البلاد هذه، وكانوا خايفين وقتها ان العنف كانت بدايه الحملات نتاع الايقافات وتعنيف الدوله للمواطنين، دونك اني جمعيه من المجتمع المدني تحكي على العنف وكاني تفكر زيت بواقع القمع اللي موجود، قالوا احنا ما عندناش عنف، ونحاولنا لافيش بوندون دو لونغ موا، وبعد بسيف حاسيلو بضغط كبير باش نجمنا ان نتحصلوا على فيش نتاعنا وقتها، وعملنا الحمله الاولى حاول المسألة، لكن ديما ولو نجمنا نعملوا الحملة هذه وفهمنا وقتها واقع العنف المتفشي في البلاد، على خاطر النساء اللي جيتنا وقتها والشهادات اللي تلقيناها كانت تدل أني فما عنف كبير مسلط على النساء، واللي كان فريمون يترجم معناتها واقع الهيمنة على النساء على عكس ما تقولوا الدولة وعلى عكس ما يقولوا الخطاب الرسمي. عام 93 عملنا ندوة دولية حول العنف المسلط على النساء، ليزاكت نتاع الندوة الدولية 14 عام قعدوا في الداخلية، الكتاب هذا قعد 14 عام في الداخلية. تقول انت علاش كتاب حول العنف المسلط على النساء الداخلية تاخذه وتعتبره خطر على الأمن القومي مادام انت تنحيه وتخبيه وما تخليش؟ معناتها ان جوهر مشروعنا كان جمعية تونسية للنساء الديمقراطية هو يعارض الحكومة ويعارض معناتها خيارات الدولة التونسية وقتها اللي هي كانت خيارات في الظاهر مع حقوق النساء، لكن في الواقع الملموس ما تحترمش الحقوق النساء وما تخليش جمعية تتكلم على العنف هذاك، تتكلم على مؤسسات الدولة اللي ماهيش قائمة بواجبها، اللي فيها محسوبية، اللي فيها رشوة، اللي فيها معناتها قهر للمواطن، كي تتكلم عليها تولي مستهدف كجمعية. معناتها هما يلفولي بيان دو نو في البلاد، لكن مش باش نقولوا الخطاب نتاعنا، مش في بالهم النجم نكونوا احنا صوره لتلميع وجه تونس في المحافل الدوليه، كيف ما النظام كان قاعد يحاول يستغل مساله النساء
في المحافل الدولية، لكن احنا جينا باش نقولوا لي راهو مش صحيح. صحيح كان عندنا العديد من المكاسب نسبة للدول الأخرى، لكن ما عندناش المساواة، بعد يسرع المساواة، وجينا باش نقولوا راهو المساواة مش ممكن تتحقق في ظل الديكتاتورية وفي ظل القمع، وراهو الفضاء العام والخاص مرتبط، وراهو فما العديد من معناتها التغييرات اللي تصير. وعلى هذاك صارت لا كونفرونتاسيون افيك ليتا، و جو بونس كو سيتي تري تو، معناتها من بداية التسعينات، واللي هي بدا وجه الديكتاتورية يولي أوضح بصفة واضحة. حملات القمع وقتها اللي طالت الإسلاميين وطالت اليسار وطالت كل المتدخلين، معناتها كل من يجرؤ أن يقول يحل فمه، وقتها بدأت ومن وقتها معناتها الأوتونومي ولات هي معارضة، ما عادتش استقلالية، ولات معارضة على أساس التمسك بال معناتها حقوق النساء، بالمساواة، بعدم التمييز، والتمسك بحقوق الإنسان بصفة عامة. جاءنا جميع أنواع النساء في مركز الاستماع وتوجيه النساء ضحايا العنف، اللي هو مركز حليناه عام 93 بصفة رسمية، واللي قبل أكثر من 3500 حالة، وتوا عنا قرابة 4000 كيف نشوفوا معناتها المراكز اللي حلت في الجهات. أنواع العنف الكل شفناها، العنف الجسدي، العنف الجنسي، العنف الاقتصادي، لكن لا بارتيكولاريتي تونيزيان وقتها على أساس نعيشه في ظل الدكتاتورية، إن احنا أضفنا على أنواع العنف المتداول الحديث عليهم هو العنف السياسي، باعتبار أن جاونا العديد من الحالات نتاع العنف السياسي. أنواع النساء هي أنواع النساء الكل، معناتها النساء اللي من الطبقات الضعيفة، النساء اللي من الطبقات العالية، النساء المتسيسات، النساء اللي مش متسيسات، اللي لابسة الخمار، اللي مش لابسة الخمار، اللي لابسة معناتها مفكرني عدد كبير لابس الخمار، داير خاطر الفئات الشعبية ممكن كانت تحتاج أكثر للمرافقة والمساعدة والمحامية، وشكون يعاونها باش تاخذ سيرتيفيكا ميديكال، وشكون يعاونها، دونك كانت ممثله بشكل كبير. ودونك هذوما كل نساء رافقناهم، وكيف رافقناهم معناتها هما نفسهم زاد كانوا يتعرضوا للعنف، باعتبارهم انهم التجؤوا مرات الجمعيه التونسيه للنساء الديمقراطيات، مرات يتوقفوا في الثنيه ما يخليهمش يطلعوا، مرات يقولوا مش مهزكم للنساء هذوكم، لكن برشا منهم اغلبهم نجم نقول ان هما كانوا يعرفوا القيمه الحقيقيه معناتها لمركز من هكيكة، ولقيمة الجمعية في مساندة النساء. دونك نرجع شوية على العنف السياسي. العنف السياسي اللي رافقنا فيه النساء، رافقنا كيف أنواع العنف السياسي. راهو العنف السياسي ما يتعرضلوش كان ناشطات سياسيات، يتعرضوا له المواطنات بصفة عامة، اللي تمشي تطلب بحقها في مركز شرطة تاكل طريحة، واللي تمشي للقضاء وما تسمعش، على أنه هو عنف مؤسسي يتمارس من طرف المؤسسة. المؤسسة التربوية كانت تتعنف باعتبار فما معناتها تحرش جنسي، معناتها فما العديد المؤسسات كانت هي أيضا تعنف، لكن الجهاز البوليسي هو كان الإشكال الكبير، واللي كانت فما العديد من الحالات متاع منع، العديد من أنواع المنع. العنف السياسي شمل معناتها الجمعية بكلها كانت مستهدفة، لكن مناضلات الجمعية كانوا مستهدفات، وزاد النساء اللي كانوا يتوجهوا للجمعية من غير ما يكونوا مناضلات داخل الجمعية هما زادة كانوا مستهدفات. التعبيرات نتاع الاصطدامات كانت التواجد البوليسي، معناتها الجمعية كانت ديما متوقعة، الجمعية ما كانتش عندها حقوق انها تجتمع في الفضاءات العامة، ما كانتش عندها حتى تواجد في الاعلام، ما كانتش عندها معناتها اي امكانية للعمل العادي، يعني مناضلاتها تليفوناتهم سوزيكوت، الجمعية بدا سوزيكوت، الانترنت اغلبية الوقت مقطوع، اني التليفون كيف كيف، دونك فما التضييق، فما مرات كل هرسلة كلي تاكلك أبتي في كل يوم كل يوم كل يوم، ما فماش حاجة من حقوقك تمارسها بصفة طبيعية، كل حاجة باش تتحصل عليها يلزمك لازمك تتخنق باش نجم تحصل عليها، باش نجم باش انت نجم تكلم في التليفون اللي هو الحاجة لا بلوز ايفيدانت، معناتها انك انت تليفونك أغلبية الوقت ما يتقص ولا ديما معك شكون، ان حياتك الخاصه ديما منشوره، انك انت ان يقع استهدافنا اخلاقيا، واحنا كنساء تعرفوا لي ان ديما معناتها الهجوم على المناضلات ولا على الناشطات ولا حتى على النساء اللي يحاولوا يدافعوا على حقوقهم بصفه عامه، هو هجوم اخلاقي، هو هجوم ذو طبيعه جنسيه، انت بيك وانت عليك وانت. مره وصلنا كتبنا بيان قلنا لهم ايه تحبوا تقولوا نتوما هكا احنا هكا،
احنا هكاك اذا كان تعتبروا اللي يدافع على حقوق النساء راهو ماهوش باهي، راهو احنا هكاك. اذا كان تعتبروا اللي يقول كلمه حق ماهوش باهي، احنا هكاك. اللي يرافق النساء ضحايا العنف ويتضامن معاهم هو ماهوش باهي، احنا مانيش باهيين. ما يسالش اذا كان هذا هو التعريف نتاعكم، ان هي تسخلوا بكلمه بالكلام الخايب اللي تنجموا تقولوها علينا، والكلام السوقي اللي تنجموا تقولوها علينا، راهو باش تخوفونا ولا باش توخرونا لتالي، راهو لا مجال. معناتها توا نجم نحكي عليه بأريحيه، لكن وقت اللي واحد يعيش نجم نقول راي ما كانت حاجه سهله. اما بالحق معناتها النساء وبرشا رجال، النساء والرجال كانوا في تونس معناتها قاوموا، وذولي نجمنا نقاوموا زيادة، خاطر كان فما تضامن حلوم بيناتنا. معناتها كانت فما العديد من معناتها حد يتمس، الناس كل تقوم، الناس كل تتحرك، فما تضامن هنا، فما تضامن في الخارج، وكان فما ايمان بالقضيه، ومازال اليوم موجود الايمان بالقضيه هذه، خاطر نحكي عليه كانوا في الماضي بركه، راهو مازال متواصل اليوم والنضال مستمر. معناتها مازلنا فما برشا حاجات اللي في مجال حقوق النساء والمساواه مازلنا نضلوا عليها، وفي مجال الحريات زاده، في مجال التعذيب، في مجال الفساد، في مجال معناتها مازال المشوار مازال. اما فما حاجات اللي كانت في الحياه اليوميه هذيك، الهرس اليوميه هذيك، هي اللي كل شيء راهو في خدمتك، في التدرج المهني، في كونكورش تعديه، في معرفش اي حاجه، اي حاجه، في باسبور تاخذه، في ورقه باش تاخذها، في اداره، في بورس، في اي حاجه راهو تلقى العرق. لا حياتنا ما كانت سهله، معناتها نعرف اني مرات فما كانت معناتها فما لحظات كانت ياسر صعيبه، على خاطر السلطه هذه كانت ما تحشمش، معناتها ما تحشمش، لا تحترم الموت، لا تحترم المرض، لا تحترم الصغير، لا تحترم الكبير. معناتها كانت فما لحظات ياسر، مش لحظات، هي اعوام اعوام، معناتها كانت اعوام صعيبه الحق، صعيبه معناتها جميع انواع التضييقات، معناتها من حياتك اليومية، من حياتك العائلية، من صغارك، وقت اللي مسؤولك حد من صغارك تقف، وقت اللي ما يحترموكش في لحظات ضعف، في لحظات مرض، في لحظات معناتها العكس شميتة، معناتها كاني مرات شميتة، وقت اللي انت معناتها مومون دو فيونيرابيليتي كما اللي يحاول يعفس ويتعدى. معناتها بو كما كل برشا مناضلين، انا ما تحطيتش في الحبس، لكن كنت في حبس كبير، كنت هزيت القفه للحبس ومرمدوني في هكاك، كسروا لي كرهبتي، سرقوني، مرمدوني، طوقوا لي داري، منعوني باش ندخل، منعوني باش نخرج، هرسوا صغاري، ما خلوش الصحابي يدخلوا، ضربوا صحابي اللي نجموا يحطوا يدخلوا للدار. زوجي وقتها تعرض، كان عنده 13 قضيه، كان في السجن، العائله كلها كانت مهرسله. معناتها حياة صعيبة، صعيبة بالإضافة للضرب، للتسب، للإهانة، لأن واحد معناتها المناضلين والمناضلات في تونس الكل يعرفوا دوكوا يساجي، أما مرات يمشوا القدم برشا. اهتممنا احنا بالاهتمام الجمعية التونسية للنساء الديمقراطية بالشأن العام غير الشأن الخاص النسوي، هو راهو معناتها كان على طول موجود، لكن ديما الشأن العام نحاولوا نوريه فيه خصوصية وضع النساء، على خاطر ديما يتنسى، ديما يتنسى خصوصية وضع النساء، خصوصية المناضلات اللي ما اليوم ما يتذكروش، خصوصية العمل النسوي داخل النقابات، داخل الفضاءات الديمقراطية، الكل هذاك الكل يتنسى، خصوصية المواطنات اللي لقاو روحهم من كونفرونتاسيون مع الدولة ما يتنسى. فما جانب مثلا ديما ننساو باش ما نحكيوش عليه في النضالات النسوية، هي التضامن اللي كان والمرافقة النضالات العمالية والنضالات اللي قاموا بها النساء من اجل الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، وبالاخص من بدايه سنوات 2000 كانت فما العديد من التحركات النسائيه اللي فريمون هي راه خلقت ديناميكيه كبيره في الحراك الاجتماعي في بدايه سنوات 2000 في المجال، بدات وقتها في السيكتور نتاع التكستيل على اثر لاكور ملتي فيبر، وقتها تحركات بمئات النساء خلقوا اشكال نضاليه جديده اللي هي اشكال
الاعتصامات والعائلات كلها تتنقل وتمشي للواحد هوتريفا وقتها في الساحل ولا فانتازيا في تونس ولا فوانيس ولا حاجه. كان عندنا التصاق كبير بالتحركات النسائيه هذه واللي تواصل مده سنوات. وبعد وقتها فما المنتدى النسائي الاقتصادي والاجتماعي التونسي دونك اللي احنا توجدنا فيه لو فوروم سوسيال دونك تونيزيان فوروم سوسيال مونديال اللي كان فما توجه كبير وكان تصادم ديريكتومون مع السلطه وتصادم مع بن علي. وكان في كل مره المحاولات الاجتماعات تتمنع ويهبط علينا البوليس كالعاده الى ان وصلنا للنساء الحوض المنجمي اللي كما نعرفوا كان دورهم اساسي ودورهم هام. وكان الجمعيه التونسيه للنساء الديمقراطيه معناتها دور زاده في النضال بصفه عامه كما قلت نساندوا النضال معناتها التحرك بصفه عامه ونركزوا على الخصوصيه النسويه خاطر نعرفوا حتى حد ما مشيت لها بها. دونك اول ظهور ببليك للواحد القادة الحراك في الحوض المنجمي كان في جمعيه التونسيه للنساء الديمقراطيه وقتها استدعينا عندنا الحاجي وكان عندنا معناتها عملنا وحده اجتماع علني ببليك باش نجموا نقولوا راهو فما تحرك بدا راهو غادي وراهو لازم نهتموا به وراهو ما ينجمش نخليهم وحدهم يلزم التضامن. وبعدها عرفنا النساء وقتها عرفنا النساء راهم في خضم العركه وراهم هما جوهر لا ريزيستانس غاديكا. وكان عندنا اتصالات كبيره بالنساء اللي غاديكا عمرنا ما ننساو اني نهار ماشيين القفصه في المحاكمات وكانوا كنا نتسات ويت فواتور ماشيين الاربعة نتاع الصباح الكهرباء الوحيده اللي رجعوها مثنيه هي كهربتنا احنا نساء ديمقراطيات قالوا انتم ما تمشيوش انتم روحوا. والاستهداف نتاعنا بالنسبه لنا احنا بقدر ما فيه من اهانه ومن تضييق على الحريات بقدر ما فيه اعتراف للدور اللي تلعبوا الجمعيه ويلعبوه النساء هذيك ويعرفوا اني في التواصل هذيك والتضامن هذيك راهو فما قيمه حقيقيه لمواصله النضال وون لو كومبرون كوم سا اوسي. دونك احتكاكنا كسواء بالنساء ضحايا العنف اللي جاوا للجمعيه واللي اعتبرناهم امبارومتر اللي قاعد يصير في الدوله في تونس بصفه عامه والا بالحراك هذا الاجتماعي والحراك الديمقراطي اللي كنا موجودات فيه سواء كجمعيه بصفه مباشره والانتر اسوسياتيف اللي تخلق وقتها باش ينجم يدافع على الحريات في البلاد وما بعضنا كناش نجموش نقولوا كلمتنا ونواصلوا. العديد من مناضلات الجمعيه تولدوا في العديد من الاطر الديمقراطيه الاطر النقابيه الاطر السياسيه الاطر اني باش نجمنا نخلقوا ان ديسكور فيمينيست. و جو بونس من اهم الحاجات اللي جابتها الحركه النسويه في تونس هي كان عندنا خطاب جاهز بعد الثوره، كان عندنا قراءه للقوانين الموجوده، كان عندنا قراءه للحاجات الايجابيه اللي جابتها الدوله الحديثه لكن النقائص الكبيره والارتباط ما بين الخاص والعام، الارتباط ما بين الوطني والدولي وما بين اليونيفرسال والواحد. دونك هذيك القراءه هذه واللي في ساعة انا معناتها نعتقد اني نجحنا بعد الثوره باش يكون عندنا دستور يحترم حقوق النساء. بعد الثوره اللي ساهمنا نعتبر ان كنا جزء من المسار من الاول بكل سواء عبر الحركه الديمقراطيه عبر الحركه معناتها الاجتماعيه ولا عبر الحركه النسويه والنسائيه اللي هي كانت هامه ان قدرنا ان نكونوا في قلب الثوره في قلب المسار الثوري. وكنا معناتها ايامات اللي دوبا ما بدات الحراك في سيدي بوزيد تبعناه ودوبا ما بدات ضمننا معاه وفما العديد من البيانات اللي كل سواء داك الجمعيه ولا الائتلاف الجمعيات اللي تعمل في ساعة باش يقول ليل بن علي وباش يقول راه ما عندكش الحق تعمل هكا وراهو الحقوق التحقيق معناتها المطالب الشعبيه هذه كلها مطالب معناتها حقيقيه ولا بد من ان نحقوها. وكنا في الشارع وكنا لكن هذا ما منعش اني تري رابيدمون معناتها وقع معناتها تسلطت علينا هجمه كبيره راهو نهار 29 جانفي دعينا للمسيره باش نقولوا راهم نساء في قلب الحدث راهو فات اتونسيون نساء راهو كانوا تواجدهم كان كبير برشا وكانوا موتور نتاع الثوره من قبل الثوره
بمناضلات كما حكينا من قبل يتنساو برشا المناضلات ويتنساو برشا لي سيتويان كي اون بارتيسيبي من وقت بن علي وايامات الثوره. لكن نهار 29 ديجا بدات البوادر اللي راهو لا باتاي ماهيش باش تكون سهله، راهي عركه اخرى من جديد، معناتها النفس يلزم يكون طويل ورزمون نفس طويل، راهو نفس طويل، نفس النساء طويل، ويعرفوهم اللي هما داوم داوم النساء ونساء وبرشا رجال داوم معناتها، اما نفس فريمون جو بو تيمواني اني راهو نفس المناضلات في الميليو هذا طويل وطويل جدا ومازال متواصل. الحركه النسويه مواصله كما قلنا، مواصله من اجل تحقيق المساواه الكامله. اليوم قانوننا مازال دستورنا يعترف بالمساواه، لكن القوانين التونسيه ما تعترفش بالمساواه، مازال فما برشا ظلم، مازال برشا عنف، برشا تمييز، وهذايا نرفضوه. ومواصله النضال، تعرضنا في السابق العديد من التضييقات، اليوم نتهمشوا في بعض المرات، نتهاجموا في بعض المرات، لكن نضالنا متواصل. ونجم ناكد لكم ان فما اجيال كبيره من نساء تونس اللي قاعده مواصله النضال من اجل تونس احسن، من اجل مواطنه فعليه للتوانسه الكل، ومن اجل معناتها نساء يعيشوا معناتها مساواه كامله، وهذا في صالح تونس الكل، راهي مش في صالح نساء برك. نواصل هذا المحور مع السيده روضه الغربي والسيد صلاح الدين راشد، سيقدم روضه الغربي. نلتمس من الحضور الكرام التفضل بغلق الهواتف الجوالة، التزام الصمت التام، عدم التصوير، كما نرجو منكم عدم التصفيق، شكرا. يبدو أن السيدة أحلام بالحاج أعطت إشارة إلى أن هناك ميز ما زال يمارس، فعلا هناك ميز ما زال يمارس على قطاعات من الشعب التونسي، وهناك نساء ما زالوا يصير عليهم ميز، ورجال يصير عليهم ميز، كانوا مناضلين في السابق وما زالوا إلى الآن يناضلون من أجل حقوقهم، نفس الحقوق التي كانوا يناضلون من أجلها. صدقت هذه المرأة. الوجه الجديد الذي الموالي الذي سنشوفوه اليوم ونسمعوه هو السيدة روضة بنت مصطفى الغربي، مولودة سنة 1950 بتونس، زاولت تعليمها بالمدرسة الابتدائية بباردو، ثم التحقت بالمعهد الثانوي ناجل باشا بالعاصمة، أين تحصلت على شهادة البكالوريا آداب سنة 68، ثم التحقت بكلية الآداب 9 أبريل بتونس، تحصلت على شهادة الأستاذية في علم النفس، ثم على شهادة الدراسات المعمقة في علم الاجتماع سنة 1972، فالتحقت بسلك التدريس بالمعاهد الثانوية، وانضوت في صلب هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل، وهي حقوقية وناشطة في المجتمع المدني، وأم لبنت اسمها سناء شقروش. مرحبا بك، تفضل أختي. بارك الله فيكم، وكل سنة ونساء تونس في حالة أفضل إن شاء الله من سنة إلى سنة. وكان الإدلاء لرئيسة سابقة للجمعية اللي كنا من بين مؤسساتها ضافي وشافي، و يدل على نفس طويل بالفعل. ونشكر كذلك الدعوة وهذه هذا الإصرار على مواصلة النبش في الماضي، وهو ليس بالنبش، هو تأسيس لعلاقات اجتماعية متوازنة ولمصالحة حقيقية وإعادة اعتبار للعديد من الفئات ومن الأفراد اللي عانوا منذ فجر الاستقلال من يعني دولة الاستقلال بالتحديد. بالنسبة للشهادة اللي باش نتقدم بها أنا، واللي تتعرض إلى مراحل عديدة وحقبات طويلة، و يعني تشير إلى جانب أساسي، وهو
تعارض مصالح المواطن والمصالح المواطنة يعني المنخرطة في الحياة العامة مع إرادة صارمة لم تتزحزح إلى الثورة في سيطرة على الحياة العامة واحتكار السياسي للساحة السياسية والسيطرة على المنظمات الجماهيرية. والشيء هذا عشناه في اتحاد الطلبة، عشناه في اتحاد الشغل، عشناه في الحركة النسوية، وعشناه وعايشناه في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وإن شاء الله بعد الثورة وبعد افتكاك زمام من النخب السياسية من قبل المجتمع المدني والمجتمع ككل، إن شاء الله هذا ما عادش نعود نرجعوا له. البداية كانت من الحركة الطلابية، من الانخراط في النقابة داخل الحركة الطلابية، ولابد في الإشارة في البداية إلى المناخ اللي كانت تعيش الشباب الطلابي والفتيات داخل الجامعة التونسية في العقد الأول من أحداث الجامعة التونسية. وكانت الوعد اللي جابيه دول استقلال، كانت الدولة عند وعدها في تعميم التعليم وفي تحرير النساء. وفيما يتعلق بالتعليم، الجامعة كانت في يعني في أواخر الستينات في الحقبة الأولى يعني فضاء، يعني كانت منارة علم قوية ياسر، وكان يدرس فيها فطاحلة متاع العلوم الإنسانية، وكان يبذل فيها مجهود كبير من قبل الدولة، وكان فما تفاعل كبير مع من قبل الطلبة اللي كان الشغف متاعهم للتعلم ولمسك بزمام المؤسسة هذه وبتنشيطها ثقافيا وبالتفاعل بصفة ندية مع 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 الأساتذة. كان تفاعل ملفت، خلى بعض الأقطاب كيف ما ميشيل فوكو، كيف ما جان دوفينيو، كيف ما جورج لاباساد اللي هو معروفين أصبحوا معروفين دوليا يذكروا هالشغف هذايا اللي هو يقول ميشيل فوكو ما سبقلوش أنه شافوا في غير الفضاء الطلابي التونسي ومن قبل الطلبة التوانسة. فبالنسبة للنساء وبالنسبة للبنات اللي كانوا غادروا المدارس اللي كان فيها ضغط على وسيطرة على وتأطير كبير من العائلة، تلقاو نفسهم الفتيات هذه في فضاء مفتوح، في فضاء مختلط، في فضاء ينبع ب بالثقافة وبالمشاركة وبالإبداع وبالنهل من مناهل العلم. وكانت الجو هذا كان مؤنس ليهم وكان دافع للفتيات هذوما للمشاركة وللتفاعل بطريقة تخليهم ياخذوا ثقة في النفس ويشاركوا في كل نواحي الحياة الطلابية. وكانت النقابة من بين اهتمامات الشباب الطلابي هذا، وكانت رغبة كبيرة في مسك زمام النقابة هذه اللي هي في الواقع ما هي إلا آلية للتحاور بين الأطراف الموجودة داخل الجامعة ولتسييرها ولمنع يد السلطة من الامتداد لهذه الآلية حتى تقعد طريقة التفاعل وطريقة التعامل وطريقة التسيير وطريقة ريجولاسيون للعلاقات داخل الجامعة. لأن كان معناتها المعركة من أجل استقلالية النقابة الطلابية قديمة قبل الحقبة هذه، ولكن الشباب الطلابي متاع أواخر الستينات أبدأ وبداية السبعينات أبدأ حرص كبير. وكانت مؤتمرهم 17 اللي عقدوه في قربة وهو أصبح معناتها
تاريخ شهير في حركة شباب التونسي والشباب الطلابي، كنت شاركت فيه وتم إعداده بصفة مطولة، ووقع اقتراح من قبل النخب الحدثية اللي هي متكونة من الشيوعيين ومن القوميين ومن الليبراليين، كانوا يسعوا إلى تغيير الهيكلة متاع الإطار الطلابي هذا بطريقة تحمي النقابة من سيطرة الحزب الحاكم وتخلي النقابة تخدم بطريقة ديمقراطية وتشاركية. فوقع قطع معناها مداهمة الساحة اللي صاير فيها المؤتمر وتنصيب هيئة، ووقع يعني توقف الأشغال متاع المؤتمر، وتقدموا 105 من المؤتمرين بعريضة صحوا فيها وقالوا هذا المؤتمر ما لم يني أشغاله وسترون كونه مناش باش نسكتوا على الموضوع هذا. في سنة الموالية التفوا طلباء حول يعني المطالبة بإعادة مؤتمر استثنائي، ومضوا في ذلك إلى أوائل فيفري حيث تم تجميع الطلبة من جديد بعدد هائلة آلاف طلبة، ومشوا المؤتمر متاعهم لمدة أيام وتناقشوا في الوضع. وقتها كانت أزمة التعاضد وكانت أزمة يعني اجتماعية، ولكن وقف التأمل هكا بهتة سياسية اغتنموها طلبة وعملوا المؤتمر متاعهم، وما أن أشرفوا على النهاية وانتخاب الهيئة النهائية كذلك محاصرة معناها من عديد من الفرق الأمن، وكسروا الواحد وشتوا، وبدأت من وقتها سلسلة من المحاصرة ومن المداهمات لمئات من الطلبة تم إيقافهم في الفترة هذه. إيقاف متاعي الأولاني دونك سي في فيفري 72، وكانت المسألة كيفاش لميتوا الفلوس وكيفاش عملتوا اللافتات وشكون وراءه وشكون اتسترا، وهو تحقيق في سر هالنجاح متاع الطلاب اللي أنا أشرت لكفاءته العالية في المستوى العلمي، ولكن في مستوى التدبير النضالي اليومي شيء كبير كذلك. معناتها الطلبة هذوما معنيين بالشأن العام، معنيين بما يدور، معنيين بالزيارات الخارجية. روجير سيجي لابد من تنظيم معناها مظاهرة شهيرة معناها للتعبير على رفض السياسات الأمريكية، على رفض سياستهم لدى معناها في الفيتنام، وقتها كانت مازالت مستعمرة ما تمت يعني تحررها في الفترة هذيك. نشوة بمازالت طلبة تحت وقع، والشعب التونسي تحت وقع الانتشاء بالانتصار وضد المستعمر، وب يعني تمسك بمبادئ كونية ناظر من أجلها الشعب التونسي وأحمل المشعل متاعها طلبة. بدأت دونك الحملة حملة واسعة، ثم وقع يعني اطلاق سراح بعد أسابيع، وهوني باش نذكروا اللي الإيقافات كانت ما تخضعش لمدة زمنية معينة، يجي مداهمة ليلية يلم بوها على أخوه يهز للمراكز أمن الدولة اللي هي كانت تصبح يعني ما معناها ما أمكنة متاع إيقاف، ثم كيف يتغلبوا يوزعوا على نعسان يوزعوا على، ويقع يعني منيش باش نحكي بالتفصيل كل إيقاف، لأنه الإيقافات كانت متعدة بالنسبة لشخصي أنا في فيفري 72، في نوفمبر 73، في أكتوبر 74، في مارس 75، اللي أدت في آخر المطاف للسجن المدني للنساء. والسبب هو هذا، هو أولاً دينا بالمشاركة في الحركة الطلابية، ثم يعني الاستشعار بأنه هناك تنظيمات سياسية سرية، وهي كانت واقعة بالفعل وكانت عندها علاقة بالحركة الطلابية، وكانت معناتها وقت شفنا اللي العجلة بعد فيفري نتاع الإيقافات والمداهمات مش باش تتوقف، وقع التفكير في إحداث لجنة داخل منظمة العمل التونسي ل يعني الدفاع على المساجين، واستعملناها مباشرة. معناتها وقت فيفري بعد ما وقع إيقافي بعد أسابيع خرجت مباشرة، وقع تنظيم معناها هيئة تعنى بالإعانة القفف
ثم التشهير به في حدود ما يمكن القيام به في نطاق إعلام مدجن ولكن حملة مساندة بطريقات معناها البدائية اللي كانت عنا بالاتصال بصحافة الوطنية والدولية وفك الحصار. وتم بعد المحاكمة الأولى هذيك دونك إخلاء سبيل اللي وقع إيقافهم الكل في سبتمبر متاع 72، ولكن في 73 تم كذلك إيقافي من أجل وكانت تفجعوا من مسألة الدفاع على المساجين، بعد يعتبروا يسخبوا فما سلاح يسخبوا، دونك كانت الشراسة متاع المعاملة ومتاع التزنيط ومتاع الضرب والتنكيل ويبرك عليك ويقول لك نقتلك، وكنا نشعروا اللي كان بالفعل بالفعل ممكن أنه يعني يعمل فيه اللي نجم يتعمل الكل في غياب لمدة زمنية غير محددة، لا فيها محامي ولا العائلة تعرف وانت رصيد ولا فما إمكانيات. عدينا أشهر في مثلا في 75 من 19 مارس إلى 6 جوان ما فما لا قفة لا تبدي لا اغتسال لا خبر يخرج علينا لا قفة تدخل حتى شيء. دونك تم تتويج الإيقافات هذه بتتويج كلمة إيجابية بمحاكمة في أوت 74 كانوا فيها 202 مناضلين، وفي 75 محاكمة شطر تقريبا 101 أشخاص، وكانت في الكتل هذه فما نساء حاضرات، والنساء حاضرات في مؤتمر قربة في مؤتمر فيفري، ووقع كذلك الاحتفاظ بالعديد منهن. في بالنسبة الأولى نحب ماذا بيا ما ننساش، ولكن نحب نذكر أنه فما ليلى تميم، فما ساسيا رويسي، فما نيلة زغيدي، فما فضيلة تريكي، فما سعاد تريكي، فما أمال شلوف. دونك عدد كبير وقع الاحتفاظ بهم لمده معينه. الوغ كيفاش تتم؟ يقع اخلاء المكاتب نتاع سلامه امن الدوله من المكاتب، وتصبح هذيك خلايا معناتها مكاتب للاحتفاظ، ويتم دونك باب مفتوح اذا كان فما مجموعه مع بعضهم، والا ساعات فراده تبدا حاجتهم باش يحققوا تبدا فراده. الباب نتاع البيت مفتوح، يبدا فيه عون امن قاعد 24 ساعه، الضوء يشعل 24 ساعه ولمده اسابيع لمده اشهر، وصلنا شهرين ونص 3 اشهر واحنا في هذه الحاله، ويتداولوا عليك الفرق في الليل وفي النهار، ما تعرفش في اي وقت يدخل يخطفك ويهزك، يدخلك البيت العمليات يضرب، فما منا شكون يحطوه فك الروتي نتاع الدجاجه، تزنيط يكافحك بزميلك وهو عاري، ويعملوا المكافحات هذيك حول الاقوال. بالنسبه للمحاكمه نتاع 75 تمت بدم احالتي من سلامة أمن الدولة يوم 6 جوان، من 19 مارس ل 6 جوان، ومن 6 جوان عدينا السيف هذاك في سجن النساء بمنوبة، عديناه نحضروا في المحاكمة والتدريب على ما سنقوله في قدام الحاكم. الحبس هو كان يعني مقر متاع بيات، ولكن أدخلت عليه معناتها تشويهات لدرجة أنه أصبح معناتها تختنق، معناتها لا فيه لا ضوء، لا فيه في كلوارات، بأبواب موصدة، شك مفاتح في مفتاح، في وراء مفتاح وراء مفتاح، تدخل تنزع كل ما ينجم يشبه الحاجة إنسانية منقالة وتترى، وتصبح تولي فرد، تصبح نومرو عدد رقم. الشعور اللي عندك هو أنه الوقت الزمن يتوقف، ما عادش عندك القدرة الفكرية باش تعرف أنه هو شيء نسبي، هو تويوفة، هو يظهر لك اللي effectivement tu es installé pour longtemps. الأسابيع الأولى كانت في سجن انفرادي، كانت لا تطاق لا تحتمل، هوني
يعني أوماج هون يعني انحناء أمام الناس وأمام المناضلين يعدوا أشهر وسنين. نجم نذكر العديد، ولكن اللي يجي يتبادر للذهن هو متوفى أحمد بن عثمان، العديد من الـ من الـ من المساجين من بين الناس اللي نعرفوهم واللي في الحركة هذه. دونك السجل الانفرادي هي عبارة على خزانة طاقة في الكوجينة، طاقة في الكوجينة فيها جراية وفيها آنية لقضاء الحاجة، وعندك وقت محدد في النهار باش تخرج تعمل دورة في اللارية وتنتظر. يقولوا لي فما مكتبة، يقولوا لي فما مكتب، ونقعدوا نحلموا. يصبح الصباح عندك نقبة في الفوق، يصبح الصباح ويصعب عليك باش تتصور انك باش تعدى نهار كامل وانت في الحالة هذه. لارية ما دوم الا نهاري الا فترة قليلة، ويتعاود غدوة ويتعاود غدوة. اين الكتاب؟ هزني للكتاب، اعطيني كتاب. مدة زمنية، ثم وقع تجميعي بعدد من الرفيقات الحقيقة، مع الذكر أنه كان وقتي وقع معناها نقلي من سلامة أمن الدولة إلى انفرجت وتهنيت وتفرحت وقتي شفته ما خذاش الدورة متاع المنزل ومشى ثنية السجن، لأنه في كل فترات اللي فرقت ما بين فترات الإيقاف هذه ما نحكيش على يعني المراقبة اللصيقة على السيارات الرابضة أيام وأسابيع وأشهر، على المحاصرة متاع الناس اللي باش تدخل للدار، أهل الدار باش يوريو بطاقة التعريف، يزم يوريو بطاقة التعريف. ما نحكيش على المحاصرة متاع أخواتي اللي بي دي جي متاع انتربريز ناسيونال اللي يمشيوا له البقعه، واختي مربيه معروفه في المنطقه ومحبوبه في المنطقه وعندها دور ومبجله يمشيوا لها ويهدوها. خويا كان يخدم في الـ في الـ في الـ في الصحافه، طلب منه باش يمشي يعمل تغطيه وقدم استقالته باش ما يعملش التغطيه هذيك، لاني كنت حاضره من بين الموقوفين. الحومه منزعجين، الحضور الدائم متاع السيارات ومتاع العناصر اللي واقفة قدام الدار وفي الشوكة وهي تراقب في كل ماشي وكل جاي. التواجد داخل السجن أرتاح من أني نكون موجودة ونتنقل ونتصل في هذه الحالة من الرعب الدائم ومن الشعور بأنه المداهمة في كل لحظة. لقد دونك خرجنا من المحاكمة الأولى والثانية بعدم السماع الدعوة، وعفى الله وعما سلف على أسابيع وعلى الأشهر اللي تمت في سلامة أمن الدولة وفي السجن. هوني منذ الساعات الأولى اللي بداوا يبحثوا فيها على الطلبة اللي شاركوا في الحركة الطلابية، تعرفوا مباشرة على شكون صديق شكون وشكون حبيب شكون إلى آخره، وعرفوا أنه عندي علاقة حديثة العهد بطاهر شقروش اللي هو اللي كان صديقي وأصبح خطيبي ثم زوجي. ووقعت المحاصرة متاع العائلة متاعي بلي الحصول على طاهر اللي اختفى في 73 عندما قادموا لإيقافي أنا في منتصف الليل يوم 12 نوفمبر. ومن تلك وهما محاصرين يعني المنطقة كلها باش فماش ما يتحصلوا عليه، إلى أن وقع إيقافه في 73 ووقعت محاكمته بعد ما كان في السرية، ووقع محاكمته لسبع سنوات. 75 نخرج أعود إلى مهنة التعليم اللي مشيت لها تحت ضغط المداهمة بالسجون إلى آخره. تخليت على الاختصاص ومشيت نقري إيراء معناتها سعياً للاحتماء باتحاد الشغل، وهذا ما وقع. اتحاد الشغل في كل حالات الإيقاف كان الحبيب عاشور بيدو هو يسعى إلى كل إلى يعني سهر على أنه يقع إطلاق سراح كل ما أمكن ذلك من سلامة أمن الدولة، وكان يعني الاعتماد على الاتحاد بالفعل صايب. 75 إلى الثمانينات خمس سنوات من السجن كان فيها طاهر مع مجموعة طافوا بهم
سجون الجمهورية، وفي كل مرحلة كان الانتقال ل معناها مد المجموعات، مرة 17 مرة 40 مرة بالمؤونة، تنظيم حملات الإعلام حول وضعهم، تنظيم الاحتجاجات امام السلطات مقرات في البرلمان وفي للاحتجاج ولرفع المظلمه، لانه يعني كان تلويح في محطات عديده بانه في اطلاق سراحي لاخره وما يتم حتى شيء. كانوا يقوموا باضرابات جوع لا متناهيه من اجل فرض يعني احترام انه لا يقع احترام العائله اللي تجي واحترام اللي ما يقدم للناس من مؤونه الى اخره، فتفتوها وينحيوها الى اخره. دونك ما بين تنظيم الدفاع على المساجين وما بين الانخراط في نقابه التعليم اللي عرفت فتره اهتزاز كبير باثر الازمه 78، ووقع كما تعرفوا يعني إزاحة القيادات المنتخبة وتنصيب قيادات منصبة، وكانت في وسط يعني الجموع متاع النقابيين معناتها خصام كيفاش نتفاعلوا مع القيادات المنصبة هذه، هل وهي ما كانتش مكتفية بذاتها، كانت تزور المعاهد وباش تعطي الفيرسيون تاعها، باش تعطي شنو اللي تم بالضبط. وكان من الضروري ان ما نقطعش الاجتماعات هذه ونحضروا لابداء ولاعلام بقيه الزملاء اللي ما في بالهمش ديما باللي صاير في الساحه النقابيه، وفضح كل ما تم القيام به من يعني انتهاك الحريه النقابيه وانتهاك يعني حقوق ناس انتخبناهم وقع ازاحتهم بالقوه. في منعطف الثمانينات كنت بصدد يعني غلق 5 سنوات من ارتياد السجون، وفي كل اسبوع يعني تخصيص ايام لاقتناء الموارد وللتطيب وللحمل هذه القفاف ول يعني العوده ل مش ناخذ الثنيه، مرات كانت جرومبيليا تسميت في بقايا ما كانتش سهله، معناتها الاسبوع الكل تردد على جرومبيليا، ثم وقع تقريبي الى الزهره، ثم الى مونفلوري، الى يعني ليسي نتاع نهج مرسيليا. وكانت في الفتره هذيك فما تحرك طلابي تلمذي كبير، وكانت معناتها العين الرقيب قدام الليسي، ويقعد ساعات دعوتي واقتيادي الى للتهديد بكونه اذا يتم راني تحت مسؤوليتي. وفي السنتين الاخرانين اصيبت اختي اللي كانت في بمثابه ابي اللي توفى منذ سنتين وانا عمري سنتين، مرضت ووقفت لها وتوفيت في اوائل جوان. وكنا قضينا سنتين من مواجهة نقابة منصبة، وانتهيت إلى حالة من الإرهاق كبيرة ياسر، قررت إيقاف العمل بالتعليم والتحقت بمركز دراسات وتوثيق. كانت مرحلة جديدة لأنها عشنا يعني فترة انتكاس هذا المشروع اللي كان معناها باش يخلق نوع من الدعم للسياسة، كان باش يكون كي لوبسيرفاتوار للسياسة الثقافية، ما مشاش. ثم وقع تعييني في غفلة من الزمن من قبل سي منصور الرويسي على رأس المؤسسة هذه، ولكن سي طاهر اللي كان كذلك في متعاقد واصل نشاطه في الهيئة المديرة متاع الرابطة، ونعرفوا الشيء اللي وقع للرابطة والمحاصرة وقت جابنا علي للمؤسسة هذه، وبذل كل الإمكانيات فأمضى في عريضة حول الحريات، وتهب عاصفة يقع طرده من تونس، يقع طرده من الخدمة كمتعاقد، ويقع طردي أنا كمديرة للمؤسسة هذه، ونبقى سنوات في
تجاهل تام للسلطة بوزارة الثقافة إذا كان ما كنلقاو راهم طردوني. ثم دونك مرحلة بعد ما وفينا من التعليم لمسنا شنو معناتها وقت تكون مش متاعنا في الإدارة العمومية، اش يمر عليك سنوات وعقود وانت في طي النسيان، والناس تتزف تتعدى في الارتقاء في معناها اللي يسوى واللي ما يسوى أقل إلى آخره، وانت كل حاجة المحنطة. يعني إذا قبلك الوزير لأنه كان عندك بزهر ملف ما ينجمش، راهو يعتبرها مزية يعني يمتنع عن أي يعني التزام بحكم الأقدمية بأنك أنت يكون عندك نفس المصير متاع المواطنين الأخرين. زملاء ما يكلموكش، مقاطعة في الكولوار، يعني طريفة نقولوا احنا بالدارجة، نقولوا طريفة سنوات في هذه الحال. سنوات الثمانينات كذلك كانت منعطف وقع فيها تأسيس للحركة النسوية في حدود الوقت المتاح. انخرطنا في نوادي شهيرة اللي تمت في طاهر الحداد، ثم في تأسيس مجلة نسائية، ثم في اجتماعات من الدولة أسبوعيا هيأت إلى بروز جمعية نساء ديمقراطيات، وكان لدينا معنا عرض ممتاز لنشوء الجمعية هذه وللمصاعب في علاقة باستقلاليتها، بفرض استقلاليتها عن السلطة، مستقل عن السلطة حتى وإن كنت يعني تمشي في نفس الاتجاه. مشروع الدولة في علاقة بالنساء تبنيناه وأشرنا بالنقائص متاعه وحطينا في الأفق مسألة المساواة وضرورة أنه الارتقاء بالقوانين في هذا الاتجاه. فحتى في الحالة هذه ما كانش مقبول، كان الاحتكار المبادرة في علاقة بالنساء من قبل الدولة، محاصرة الجمعية هذه باعتبارها مستقلة، محاصرتها باعتبارها تضع أفق تطور الحركة النسائية في إطار الحركة الديمقراطية. هذا ما كانش مقبول، وكانت العديد من الإدلاءات من قبل المناضلات تشهر بهذا التسلط على هذه المنظمة باعتبار تمسكها باستقلاليتها. كذلك الرابطة في وما بالعهد من قدم، الناس كل تعرف اللي تعرضت له الرابطة، اللي أصبحت في عهد بن علي الشوكة الأخرانية، القلعة الأخرانية اللي تحتمي بها الناس واللي هي تحظى بثقة الناس واللي ما لقى لهاش حل، ما لقى لهاش حل، لقى القانون للتصنيف، لقى محاصرة، خرجهم في الليل، تهبط على خرج الهيئة المديرة من المقر ولاو يتلقاو في كل يوم في الصباح، يتعداو يعملوا جلسات العمل نتاعهم في الديار، وفي الليل تقع مداهمة المقر ويقع افتكاك لي بوس نتاع لي زورديناتور، وكانت الميليشيات نتاع سي عبد الله القلال وحده ونتاع سي بن ذيا وحده، وكل واحد يستغل في نفوذه باش لا كوري، باش يعني تكون عنده لا بريمور، تكون عنده الباكورة الخبر نتاع ما وقع، معناها كتابته على لي زورديناتور نتاع الرابطه. كذلك كيف كانت حجره صخره تكسرت عليها شوكه بن علي، و يعني تواصلت معناها الدفاع الشرس على استقلاليه الرابطه. شو نقولوا احنا في نهاية هذه الجولة السريعة، هو أنه المشروع الحداثي اللي تكون فيه احترام مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني شريكة في النفوذ، ولكن كذلك آلية للتفاعل مع المجتمع. في المجتمع التقليدي ما كانش فما المجتمع المدني، ما كانش فما الوساطات هذه، كانت فما آليات أخرى لتخاطب الفئات ما بين بعضها وللتفاعل ما بين بعضها، وكانت فيها الأجيال القديمة هي اللي تتدخل في الصراعات العائلية وفي الصراعات العامة. فالآلية الجديدة هذه اللي أدت بها الحداثة احنا شوهناها وافتكينا احنا الدولة ومنطق الحزب الحاكم. فكان الحداثة من ناحية هذه مشوهة، وهذا ما سهل الطعن فيها والدعوة إلى رجوع إلى أنظمة أخرى بائدة
مر عليها الزمن، تفاتتها الإنسانية وطعن في النظام الديمقراطي اللي سنوات عقود أجيال وضعته باش الناس تتعايش في ظل الاختلاف وفي ظل احترام، احترام الحقوق، احترام المعتقد، احترام الثقافة، احترام الجنس. هذا الكل الاستبداد بنية السيطرة على هالآليات هذه اللي هي حديثة واللي هي اللي تخلي النظام الجديد نجم نعيش فيه، استغلالها وجلبها تحت جبة الحزب الواحد واحتكار السياسة هو في نظري اللي سهل يعني التشكيك في قدرات النظام الديمقراطي الجديد وفي دعوة مستجابة من قبل فئات عريضة لتمرير فكرة أنه فما أنظمة قديمة مر عليها القرون ممكن هي تكون صالحة اليوم. فدعوة إلى أن الديمقراطية متكاملة هي ديمقراطية نظام يعني تتشارك فيه الفئات ويقع فيه احترام كل الحقوق بدون استثناء ويقع حمايته حماية الآلية متاع النفوذ من سلطة معناتها فئة واحدة. هون التأكيد على خطورة يعني المسؤولية السياسية. توا يخرجوا لنا ناس من أنظمة قامت من أجلها الثورة ويقول لك كنت تخدم في بلادي، ما في باليش أنا خاطيني، أنا خدمت بلادي. وفي نتلاقاو بهم ساعات في مناسبات ونقولوا لهم الشيء لكونوا عائلات كاملة، كونوا أجيال كاملة تم القضاء عليها وكأنه جزئية. معناها هو خدم بلاده وعمل مشاريع كبرى واللي تحكي فيه أنت ما هو إلا فئة ما دامنا ساكتين عليها ما دام ما هيش ما عندهاش حتى أهمية. لنواصل هذا النبش في الماضي وهو ليس نبش وسنتصدى لكل من يقول هو نبش. ما يحس الجمرة كان اللي تليع وتحطم وفئات عديدة ولا زلنا نكتشف الفئات. كنا نظن أنه سياسيين برك، كنا نظن أنه اللي شاركوا في عندهم الطموح للمشاركة في الحياة العامة هم اللي تعذبوا، وما رعنا أنه رجال أعمال، نساء أعمال، ناس عندهم مشاريع صغيرة عايشة منهم. كل واحد ممنعش، كل من ملك حاجة كبيرة ولا صغيرة إلا وقع يعني مداهمته باش يفكله، يبدأ الجزء ثم يفكله الكل. هذا عشناه وإن شاء الله ما نعودوش نعيشوه. وإذا كان الناس فطنت اللي راو بشر كامل الحقوق لابد من احترامه، وأي نظام يمشي في غير هذا هو غير مقبول. شكراً. ما كنتش طولت. شكراً سيدة روضة. الآن سنمر إلى المحور الأخير وهو محور الانتهاكات المتعلقة بمنشور 108. كل يوم على صباح أنا نقول صباح الخير وهما يجاوبوني عري راسك باش تدخل تقرأ. تيني نخرج من صبحية ربي باش نهز القفة المولاباتي يقولوا ما تدخلي كان ما تنحيش وليقل فوق راس. 16 من مايو 2016 هيئة الحقيقة والكرامة تتلقى ملفا جماعيا باسم نساء ضحايا منشور 108. هو المنشور الشهير من جملة مناشير تم بمقتضاها مصادرة حرية لباس مئات الآلاف من التونسيات. وتبين الإحصائيات بأن المؤسسات التعليمية كانت أكثر المؤسسات التي تم فيها التضييق على حرية اللباس، تليها وزارة الداخلية بكل هياكلها ثم مؤسسات الصحة العمومية. رغم أن تونس صادقت على عدد من المعاهدات الدولية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فقد عمد نظام الاستبداد إلى إصدار ترسنة من المناشير التي تنتهك حرية اللباس. فانجرت عن هذا الانتهاك عدة انتهاكات أخرى مثل المنع من الارتزاق وانتهاك الحق في التعليم والحق في التنقل، ليتطور الأمر إلى الإيقاف والهرسلة والمضايقات الأمنية. وثبت لدى الهيئة أن المنشور الأول هو المنشور عدد 22 الذي أصدره الوزير الأول محمد المزالي
في 17 من سبتمبر 1981، حيث وجهه الوزراء بخصوص مظهر الأعوان بالإدارات والمؤسسات العمومية، ونبه المنشور مما اعتبره خروجاً عن تقاليد الهندام المتعارف لدى العموم وفي البروز بلحاف يكتسي صبغة الزي الطائفي المنافي لروح العصر وسنة التطور السليم، وهدد بعقوبة الإيقاف عن العمل والإحالة إلى مجلس التأديب في حال عدم الالتزام. وفي الإطار ذاته أصدر وزير التربية القومية محمد فرج الشادلي المنشور 108 بعد يوم واحد من إصدار المنشور السابق، حيث وجه من خلالها تعليمات إلى جميع مديري المعاهد إلى الحرص بما ينبغي من الجد والحزم ضد ظاهرة الحجاب. وورد في المنشور بأن هذا الزي الذي أدى لنفسه الاحتشام بأنه يرمز لا محالة إلى ضرب من الشذوذ والانتساب إلى مظهر متطرف هدام، وأمر الوزير حينها بتوزيع هذا المنشور على كل التلميذات وأوليائهن في كامل تراب الجمهورية، مصحوبا بصورة توضيحية تعتبر الفستان الطويل والميدع الفضفاضة غير مسموح بها. وقد لحق هذا المنشور عدة مناشير أخرى، المنشور عدد 102 لسنة 1986 الخاص بمظهر المدرسين والأعوان الإداريين والتلاميذ الصادر عن وزير التربية القومية عمر الشادلي، وبتاريخ 23 أكتوبر 1986 أصدر وزير الداخلية زين العابدين بن علي المنشور عدد 81، ثم صدر المنشور عدد 76 لسنة 1987 عن وزير التربية القومية عمر الشادلي، وفي 20 جويلية 2001 المنشور 35-1 الصادر عن وزير التربية والتعليم منصر الرويسي، إضافة إلى المنشور عدد 35 صادر في 2001 والمنشورين عدد 70 وعدد 80 لسنة 2002 الصادرة عن وزير التعليم العالي صادق شعبان، ولاحقا المنشور عدد 98 المؤرخ في 22 أكتوبر 2003 الصادر عن وزير الصحة حبيب مبارك. إن انتهاك حق اللباس في تونس كان ممنهجا، ذلك أن منع ارتداء الحجاب تم عن طريق جملة من الإجراءات والآليات الإدارية، فاعتبر ارتداؤه إخلالاً بواجب التحفظ المفروض على الموظف وخطأً فاتحاً يستوجب الطرد، وذلك إضافة للإجراءات الأمنية التي كانت وسيلة النظام لانتهاك جملة من الحقوق الأخرى المتمثلة أساساً في الحق في التعليم والحق في الشغل والحق في التنقل. فقد اعتبر المسؤولون في أجهزة الدولة بأن الخمار ذو رمزية ومفهوم سياسي، فتم إعداد الخطط لمنعه وللتصدي للنساء اللواتي يرتدينه. ففي خطة عمل للتجمع المنحل لمواجهة اللباس الطائفي كانت الدعوة دائما للتنبيه على المتحجبات ضمن محاضر الالتزام مع تطبيق المناشير المشار إليها بكل حزم. لقد شن النظام حملات ضد المحجبات التي لم تكن بالضرورة ناشطات سياسيا، بل كنا تلميذات وطالبات وموظفات في الإدارة وعاملات وربات بيوت، حيث تعرضنا للهرسلة والإهانة في الطريق العام، حيث كان يتم الاعتداء عليهن ونزع الحجاب بالقوة ثم الجر إلى مراكز الشرطة لإمضاء الالتزام بخلعه. كما تم منع المحجبات من دخول الإدارات والمؤسسات العمومية وانتهاك حقهن في التعليم، فكان نتاج هذه المناشير التعرض للمراقبة الأمنية والحرمان من الفضاء العام حتى وصول الأمر للحرمان من الارتزاق. ولم تفلت حتى الناشطات في حزب التجمع المنحل من الوشاية على غرار ما ورد في تقرير عثرت عليه الهيئة في الأرشيفات التي نفذت إليها، عنوانه المحاميات المرتديات للزي الطائفي المنخرطات بمنتديات المحامين التجمعيين. لقد مس هذا الانتهاك المدن الكبرى خاصة تونس العاصمة أكثر من المدن الصغرى والقرى والأرياف، وانتشر في مناطق الشمال أكثر من الجنوب، وربما يعود ذلك إلى عادة انتشار استعمال غطاء الرأس لدى النساء. حاول المجتمع التونسي مقاومة هذا الانتهاك على الحريات الفردية من خلال قيامه ببعض التحركات، من ذلك المسيرة التي جالت شوارع بنزرت يوم 5 أكتوبر 1981، أي أيام قليلة بعد صدور أولى المناشير المانعة للحجاب. كما تصدرت جمعيات حقوقية لهذه المناشير وسندت ضحاياه باعتبارها تدخلاً سافراً في مجال الحريات الفردية، وقد رافق الحقوقيون النساء في المعركة القضائية أمام المحاكم. لقد كان رفع قضية أمام المحكمة الإدارية نوعاً من مقاومة هذا الإجراء التعسفي المنتهك لحرية المرأة في لباسها، غير أنه رغم السمعة الإيجابية للمحكمة الإدارية في مواجهة الاستبداد فإنها لم تقضي بعدم دستورية المناشير، وذلك في المناسبة الوحيدة التي تم الطعن في دستوريتها،
لقد اعتبرت في البداية الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة برئاسة سامي البكري بتاريخ 9 ديسمبر 2006 أن هذه المناشير تتدخل في الحريات الفردية التي يكفلها الدستور، واستعرضت النصوص القانونية الأعلى منها درجة والتي لا تتضمن قواعد أو تحديدا للهندام ولا تعرف مفهوم التطرف الذي يمكن أن يعكسه اللباس. ولكن الدائرة الاستئنافية الخامسة بالمحكمة الإدارية برئاسة أحمد سواب تراجعت في 28 من جانفي 2011 عن هذا التمشي، واعتبرت أن هذه المناشير خاصة المنشور عدد 108 وعدد 102 شرعيين، وأن منعهما للباس الطائفي يدخل ضمن واجب التحفظ المحمول على الموظف. كما قضت المحكمة في القضية الوحيدة التي تم فيها الطعن مباشرة في المنشور عدد 102 لسنة 1986 برفض الدعوى، ذلك بتاريخ 24 جانفي 2008، استناداً إلى أن ما جاء من تعليمات بالمنشور يدخل في إطار واجب التحفظ وخصوصية الوظيفة المناطة بعهدة الأعوان المدرسين وما يستوجبه تحقيق أهداف النظام التربوي والتعليمي. لقد عكس انتهاك حرية اللباس مدى تعسف نظام الاستبداد ومصادرته لأبسط الحريات، غير أنه في المقابل مثل تشبث المرأة التونسية بحقها في ارتداء الحجاب وعدم انصياعها للمناشير والأوامر الظالمة رغم كل الممارسات القمعية والمضايقات نوعا من الصمود والمقاومة. كما شفنا منشور 108 هو مناشير وليس منشور واحد. أول شهادة سنسمعها في هذا الإطار السيدة إيناس جنفاوي والسيد خالد الكريشي، سيقدم السيدة إيناس. نلتمس من الحضور الكرام التفضل بغلق الهواتف الجوالة، التزام الهدوء التام، عدم التصوير، كما نرجو منكم عدم التصفيق، شكرا. وطن بدون نساء كوطن بدون ماء، وحده جلاد يعرف النساء ولا يعرف الماء. بحجم كل الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة التونسية منذ خمسينات القرن الماضي إلى أواخر سنة 2013، ترسم بها صورة الصمود والنضال من أجل تونس للجميع، تونس خالية من الفساد والاستبداد. كل الانتهاكات المشمولة بمسار العدالة الانتقالية تعرضت لها المرأة التونسية، ولعل من أهمها انتهاك حرية اللباس تطبيقاً لمنظومة منشور 108 الصادر في 18 سبتمبر 81، من جملة أكثر من 16 ألف ملف للمرأة الضحية، انتهاك يولد انتهاك آخر ثم انتهاك آخر ثم انتهاك آخر. في البدء يتم انتهاك حرية اللباس، إنها حالة إيناس الجنفاوي المولودة في جويلية 83 والمتحصلة على شهادة البكالوريا بامتياز سنة 2002، فقد تعرضت في البدء لانتهاك حرية لباسها الذي اختارته اقتناعا وتواعية رغم معارضة عائلتها خوفا عليها بأن فرض عليها لباس آخر لا ترغب فيه. وحين تمسكها بحقها الطبيعي والدستوري تم طردها من الدراسة رغم تفوقها وتميزها، وبسبب تمسكها بارتداء الحجاب وقع انتهاك حقها في العمل حتى في المؤسسات الخاصة لتبقى عاطلة عن العمل إلى حد اليوم. لأن كانت المرأة هي نصف المجتمع فأنها في مسار العدالة الانتقالية هي المجتمع كله. تفضلي سيدتي، الكلمة لك. شكرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا اليوم جاية باش نحكي بصوتي وصوت برشا قلوب قاعدين يدقوا مع قلبي أنا، على خاطر باش نحكي باسم خوات تعرضوا لي اللي تعرضتوا أنا. إن شاء الله نتوفق باش نوصل صوتهم وباش نقول اللي يزمو يتقال. دونك أنا اسمي جنفاوي، عمري 33 سنة ونص، أم لي ثلاثة أطفال، متزوجة أم لي ثلاثة أطفال، ولدي الكبير عمره 9 سنين ونص عبد الرحمن، وعندي توأم إن شاء الله آخر مارس يعملوا عامين، محمد، حمزة وخديجة. أنا اللي نتسمى جيل القطن، تربينا في القطن، ما نعرفوش إيش معناها سياسة وما نعرفو حد شيء، متربين هكا هكا بينا.
13 سنه نقرا التلميذه النجيبه العاقله المتربيه. عمري بالعمر ما عندي ما خذيت اكسكلو، عمري ما خذيت انذار. التو لحد الان اساتذتي وقت اللي تقابل معاهم ولا المعلمين متاعي حتى متاع التعليم الابتدائي كي نتلقى انا وياهم يسلموا عليا. نجحت في الباك وكنت النجم نختار اللي نحب، اما انا ملي انا يمكن عمري 13 14 سنه وانا نقول نحب نمشي اللي يجي، نحب نقرا انفورماتيك ابليكاليجيستيون. عندي كتاب صغير كي نعرف شنو فيه، شنو يقراو فيه، يقراو فيه لا بروغراماسيون اللي انا مغرومه بها على الاخر ملي انا صغيره، ويقراو فيه المات واللي ماتير اللي نحبهم انا. اخترت يا جي وخذيت لي جي، انا خذيت الورقه الروز دونك ندلل شنو نحب نقرا. الحمد لله دخلت لي جي فرحانه، ولي جي لي جي هذه اللي يحكيوا عليها هذه. المهم جمعتي و ثم حاجه لفتت لي انتباهي، خاطر راهو نحب نقول لكم اون 2002 راهو كان عرفت النساء الكبار اللي تلبس لك التقريطة وشعر نص شعرها ظاهر، ما ثميش الحق متاع ربي. انا في الليسي عمري ما ريت واحدة متحجبة، وحتى في الشارع يعني راني مانيش نحكي عن النساء الكبار، خاطر احنا وفيت مش في مخنا اللي الحجاب المرأة كي تكبر تلبس الحجاب هاكا كيكا، عرفت حشمة وكل كلام هذاك. كي تدخل كي دخلت ليجي لفت انتباهي ثم متحجبة اللي هي آمنة صاحبتي، ومن بعد اكتشفت اللي هي بنت حومتي، وثم طفلة أخرى وفيت تعمل في الظهر اللي تعمل في المس، خاطر ما كنتش نشوفها ديما وفيت الطفلة هذيك. علاش أنا يعني كنت نعتبر روحي لي أنا ثاني متحجبة في اللي يجي. المهم نهار 4 أكتوبر تحديدا في المترو نمرو 2 متاع أريانا باش نهبطو ناخذوا المترو نمرو 4، امنا تحكي على نيتها ميم با، يعنيها عمرها ما عملت يعني مبخش، يعني عمرها ما قالت واحد عمرها. انا بيدي عمري ما عملت مبخش، يعني مستحيل داير جينيرالمون يبربشوني باش نحكي على الحجاب. به قد كلمه اثرت فيا، قلت لهم انا باش نلبس حجاب. عرفت معنا طفلة أخرى اسمها مريم بنت حومتي وزادة تقرأ معايا انفورماتيك وفرد الجروب متاع لونفي، خاطر احنا يلمدونا كاتر جروب فهمت. المهم عرفتك اي داكور عرفتك ياخذوا فيا على قد عقلي فهمت. اي اوكي داكور. مشيت قريت خرجت 11:04 مشيت لبان مريم، كان عندي فوقي فلوس شريت حجاب. وانا فوتكم بالحديث كنت لابسة صموش ورابطة سورية في حزامي، يعنيها لا علاقة به. مشيت خرجت سكرت السورية ومشيت للبالماريو، لبست فولاغ وروحت لدارنا. يقول القائل علاش نحكي في هالحكاية، راهو لا عملوا لي غسيل مخ ولا قالوا لي البس بالسيف ولا أهلي عملوا عليا أوبريسيون ولا ليني أوبريمي وليني أوبريسي وليني فرضوا عليا حجاب. أنا تحجبت وحدي، ما قال لي حد تحجب. بيه روحت للدار، امي كحلت الباب قالت لي يا بنيتي اش عملت؟ قلت لها تغطيت هكا بالكلمه. قالت لي بيه اما يا بنيتي رد بالك على روحك. الكلمه ذيك انا ما فهمتهاش. علاش ما فهمتهاش؟ خاطر انا في لي زاني 90 عمري 6-7 سنين، انا نعرف اش معناها اتجاه سلامي، وانا نعرف اش معناها مشاكل. واحد احنا حتى قبل عرفت اسكت ما تتكلمش، الحيوط عندها وذني فهمت. هيك علاش قلت رانا تربينا في القطن، رانا نعرفوا سياسه ولا نعرفوا ولا عمري كنت نتصور روحي اللي انا باش نمثل خطر على الدوله، خطر على الدوله بفولاغ. راو شيء وقف المخ به، لاباس علينا امورنا مريقله وفرحانه ونقرا وشيخه وعامله جو. وبدات الاحتفالات متاع 7 من نوفمبر، الاحتفالات واحنا يحتفلوا بينا اون باغالي. اول مره انا متعديه وفي قنب واحد شدني، شنو هذا اللي لبسته؟ ما عملت شيء ما نعرفش معناها واحد يعمل هكا. انا بابا يرحمه نتفكر يوم عمره يمكن ما هز عليا يده، الله يرحمه وينعمه. المهم عرفت دخلت بعضي وليت نبكي
عرفتش فما شو عملت، عرفت مانيش فاهم حتى شنو الكارثه اللي عملتها اللي قومي عيط عليا في وسط الليجي ناحي عليا ناحي ويعمل هكا ويحاول وبيبي سي بون سي بون. قلت له سي بون معايا مريم، مريم اللي هي بنت حومتي داخلتك هي عملت لي ردت هولي هكا بوندانال تالي عندي كيتو فولار غري بقى هكا عملت هالي تالي والكل. قلت اوكي داكور ها بيبي اوكي واسع بالك. قلت له هاني عملتها هاني ربطتها لتالي يعني ها اوكي هيا بدا بشويه بشويه وبداو يعسوا علينا بداو يلوجوا علينا في الاروقه نتاع الجامعه الموقره اللي هي حقي واللي حق عطاهولي الدستور نتاع الدوله الوطنيه بعد الاستقلال اجباريه التعليم واللي نورمالمون كان عاتي ربي ما عندهم حتى علاقه بلباسي ولا يعني سبحان الله انا مش نقرا الويش يهمك فيا شنو لابسه ابري تو. المهم وبدا عاده بشويه بشويه وبدينا عاد اون لونس لا مود عاد كل مره نطلعوا بطلعه اي اسمع اسمع ناحي ذي ما لا لا ما تعجبنيش وقتها فتكم بالحديث خاطر وقت اللي لبست انا الحجاب حتى كي اللي ديجا انا في كلاسي ثلاثه بنات تحجبوا اي جيتي ليدر عرفت اي بالحق اونتخوتخ يعني كل شيء على كرامي امنا مسلكتها امنا عملت الميتريز نتاعها انا بخوميه غني عرفت ناويه اربع سنين ناويه لهم باش يركزوا لي. المهم لا اله الا الله محمد رسول الله بديت عاد لبست خياطنا دي شابو ونعملهم يجي يقول لك شنو هذا المساك هذايا ما بين الكل مونطون هبط هبط نحب نشوف رقبتك باه ها اوكي باه ما يسالش ها وشابو لا 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 ما ها ما يساعدنيش باه هاي مارسيليز ها ولوك لا 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 ها اي انا من الاخر عندي الجروب يا جديس اللي نقرا معاهم اطلقوا عليا اسم توباك توباك هذايا مغني نتاع راب علاش اسمي توباك ولحد الان راني نتلاقى انا وياهم وصحيباتي ونحبهم على الاخر علاش يعيطوا لي توباك على خاطرني كنت نلبس كاسكيت وفوقها كابوش كي نمشي في الطريق تقول اي حاجه انا متحجبه يعني ما فهمتش ورغم ذلك ليه ها تناحي به تزامنت وقتها مع التعديه نتاع السمستر الاولى انا كانوا ثم دي ماتير نقراهم بحث الاداره لي ماتير هذوكم انا ما كنتش نحضر لهم دونك بار ديفينيسيون انا اليميني يعني هذوكم ديجا ما عديتهمش به وبيان سور عاد انا بويسكو وصلت اليميني في دي ماتير سو كو سا فو دير لي انا ما كنتش ندخل نقرا زرفنا باش عدينا السمستر الاولى دايوغ انا كنت ابسنت في دو ماتيير برينسيبال و اليميني في دو ماتيير ورغم اللي ما كنتش نحضر انا جبت معايا الغولفي دو نوت نتاعي فيهم 4 16 16.5 و 3 16 اخرين اذي راني ما كنتش نحضر وجبت الموينات هذم يعني ها رانا مانيش جايتهم بمزية راني انا قراية به تعديت السمستر الاولى وبعد عاد بدا عاد قالت لي كيفاش هذايا قد ما عملنا لهم وباقي مازلنا نشوفوهم في وسط الواحد اش عملوا عاد ذيك عاد قلت لهم اسكتوا الباب نتاع اللي جاي سكروه وحلوا فيه بطيب صغرون وحطوا فيه بحذاه امراه خدمتها عندها كرسي وبحذاها طاوله ونتعديو بالواحد بالواحد المتحاجبه اش تعمل تنحي حجابها ملزمش تنحي قدامها لي من الدروج قبل حتى ما تطلع تقولها تعملها هكا بيدكم كعاية نحي ما رد بالك يعني اللي جاي راهي تبدا من الدروج مش يعني في الباب تنحي وتحط حجابك على الطاوله وتشوف لك ساكك رد بالك تمشيش عندك ممنوعات في الساك عندك حجاب اخر تمشي تلبسه لداخل لي تحط حجابك وتتعدى به انا الحق بتاع ربي ما ركحتش اش كنت نعمل عاد كنت يا سيدك بن سيدك انا نسكن في حال غزاله ناخذ الكار الاولى وناخذ المترو وناخذ المترو اش نعمل ناخذ الكار نتاع 5:30 ولا نتاع 6 انا وزهري عاد خلطت ولا ما خلطتش تصوروا انتم طفله صبيه 19 سنه تطلع في كار
في فضلام وتمشي به تمشي في كارك هيك ونبدا عاد وعرفتك نبدا هرب من 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 دار نويت ساي نختم القران عرفت وانا نقرا باش نشجع روحي نوصلوا بكري ومش كان انا بركره وانا ولو خيط وراني نحب نقولهم راني انا اليوم نحكي باسمكم اما راني مانيش خير منكم وما اللي عشت وانا يمكن حكايه فيها قدام اللي عاشوه خيط اخرين راه نوصل اللي يجي نوصلوا بكري ساعات نوصلوا قبل السبعة متاع الصباح علاش خاطر ما كانوا الموظفين متاع اللي يجي يجيو مخر ندخلوا نتسلسوا كي وكل مره في تركينا وسا نوزي تغيفي انا نتخبيو حاشيكم في التواليت ودايور انيكدوت على حكايه التواليت واحده صاحبتنا واللي زادها هي بيدها كانت من المتفوقات اسمها جيهان دخلت مره لحاشيكم التواليت وسكرت على روحها وسكتت عاد فاقوا بالحكايه هما واحد ولا يجي بكري وش يعمل عاد السيده ذايا الله يذكره بالخير كان يدور يعس ويشوف وتخلى التواليت يدقدق على البيبان عاد ثم باب ما تحلوش هو جاب شي حلو هي بلوكيته بساقها يا اخي شكون هوني شكون قالت له في التواليت مولات تتوكوك يا اخي قالها اش بيك ما تكلمتش قالت له والله انا ربيوني ما نحكيش في التواليت اي اخرج قالها قالت له يا خي اسمع بيت راحه اصبر شويه قالت توي يفد ويخرج فهمت شعمل خرج وقف بحذا باب يستنى خرجت شي هي تنطر لها هاي قال عرفتك حتينا شاد عاي نحي والحق انت ربي ما تفكرش نحات وقتها ولا في بالي جيهان لي في بالي جيهان خرجت ما نحاتش يعني نهارتها المهم فوالا دونك الحكايه هذيك السمستر الثانيه باش نعديو انا عديت وقتها اون ماتيير في بالي و لا اله الا الله محمد رسول الله متعدي بحذا لون في عندي كتاب لبسة واحدة لتالي وربطتها هكا القدام نشوف العبيد قاعدة تغزر لي ونسمع في البغيد فون من تالي واحدة تعيط وتصيح ايه انت اللي غادي اسمع كلام فيك اوقف المرأة جاية تجري ونفيق كان بحاجة جبدتني من تالي وف ونتيح وتجبدني نتيح في القاعة وتكركرني شوية معاها يا بي بي نعملها بي بيان سور عاد تلمدو حاضبة فرجة عاد فرجة بلي فلوس كركت بي سافا سافا مدام قلت لها سي بون وين تحبني نمشي معاك هيا قالت لي هيا وتعيط بيان سور عرفت بالهليل وصلت للمكتب نتاعها دخلت قالت لي وبدينا عاد كل الروايق نتاع شنو هالتخلف قالت لي احنا نحبوا نقدموا بكم القدام وانتم ترجعونا لتليوت شنو هي الحكي تيفونا شنو هالتخلف فيني غطي اسكت عمالي اسكت شكون اللي قال يا ودي ما قال لي حد ليه اسكت عليا اعطيني الكارت تاعي عملت هكا وغزرت هين ايه قالت لي بعثت لي الاكتافيت ودي الاكتافيت وين وفي ما في باليش طلعوا ثم دي بروف والله الحق نتاع ربي لحد الان ما نعرفش النمبر اكزاكت نتاعهم اما ثم دي بروف تكلموا عليا قالوا لها يا مدام راهي طفله متفوقه خليها يعني خليهم البنيات مو تكلموا عليا خليهم البنيات وكل ها قالت لي شو حاسبه روحك هاي انت عاده هاي قالت لي هيت بها نحي قلت لها ما نحيش قالت لي نحي قلت لها ما نحيش الويه نحي قلت لها شنو وراني بالحق لي كنت متاع شغب ولي كنت واحد عملوا لي قرون وليت نحكي خاطر ما عرفت تدورها من شوير وكل شنية الغلطة متاعي شنية الكارثة هذية اللي عملتها يعني لبست حجاب شنية المصيبة هذي ما في بليش بهذا الحكاية تذوكم الكل وقتها كي بديت المشاكل وكل وانا وقتها تفكرت كلمة امي وقت اللي قالت لي يا بنيتي رد بالك على روحك واللي انا وقتها ما فهمتهاش وهي اثرنتها خاطرها تعرف شنو صار في الليزاني 90 المهم اوكي مدام قالت لي اخرج قالت لي انا باش نعطي امر انه السيده ذي فاتكم بالحديث اللي هي سكرتير جينيرال الحد اليو التوا كنت باش نذكر اسمها مانيش باش نذكر اسمها بالكامل
السيدة اسمها فضيلة، مانيش باش نذكر اسمها بالكامل خاطر منحبش نهبط للنيفو هذيك، وخاطر على خاطر انا مشكلتي مش شخصنا، وعلى خاطر مانيش مشكلتي انا برك، مشكلة برشا عباد دونك، ومنحب زيد اون بلوس خاطر ابخي تو الله اعلم يمكن بالحق كيما كانت كيما يقولوا العبد المأمور. اما كي تبدا عبد مأمور ما تعملش اكسيت زيل بالطريقه ذيك، مش توصل تسكر باب وتحط عبد بالذمه باش يفك الحجابات وتبدا تعس وتدور راو شيء من ورا العقل، راو التفاني اللي كانوا يعملوه باش يعسوا علينا وباش يمشي ويجي، كان جينا نركزو كان جاي كاناليزي في الخدمه متاعنا. ها رانا اقوى بلاد في هالعالم هذايا، راو شيء من ورا العقل. كنا نبحثوا باش ناخذوا شهاده حضور، شهاده الحضور تقعد بالجمعتين باش تتصحح على تخربيشه وطابع، اما باش يعسوا علينا كعبه وباش يعرفونا فين كلاس نقراو كيك، تبارك الله عليهم يخدموا ما شاء الله بكل ثقه وبكل ضمير. المهم قالت لي ما تدخلش تعدي، كلمه هذية تتقال وراني اغزر رغمي تحت ليميني في الاليميني وابسونت في دو ماتيير، يعني كاتر ماتيير منهم دو ماتيير برينسيبال، ورغم كيك كنت نجم راني بسيسيون برينسيبال الثانيه كنت نجم ننجح خاطر مويناتي باهيه. عرفت وحده عديت 13 سنه جينيرالمون تجي من الخمسه الاوائل كان مش الاولى ولا الثانيه، درت تقولها راك ماكش باش تعدي في الجامعه اللي حلمت بها 6-7 سنين، راهي حاجه عرفت. وليه وقتها لحد الوقت هذاك مانيش فاهمه شنيا هالكارثه وهالجريمه اللي عملتها، يعني لو فات اني غطيت شعري وضنيا شنيا شنو وينو موقع التخلف؟ هاني نحكي معاكم بربي ظهرت لكم متخلفه، والله بالحق ظهرت لكم رجعيه، ظهرت لكم بيا حاجه، والله لو شيء ما تفهموش 14 سنه الحكايه، 14 سنه السؤال هذا قاعد يتعاود في مخي، 14 سنه والسؤال هذا يتعاود، وين التخلف؟ ساعات نغزر روحي للمرايه وين هالتخلف اللي انا تحلمت منه على خاطر قرايتي، وين نشوف فيه؟ انا عندي صحابي من شتى انواع، عندي صحابي من اليابان ويجي ويقعد ويفطروا بحذية والكل ولعمرهم واحد يلمستيغماتيزي ولا غزر لي بنظرة دونية وريتها من ولاد بلادي النظرة الدونية هذية. المهم قالت لي ما تدخلش تعدي، ناخو الكار وزوز متروات كل يوم ونوقف قدام لي يجي ونشوف العبيد تدخل تعدي ونقعد واقفة حتى نين يخرجوا ونروح لدارنا نهار الاول ونهار الثاني ونهار الثالث، ومن بعد في سيسيون كونترول زاد كيف ما بين الكونترول والواحد مشيت لها لحلح بها رجع لي الكارد ايتوديون تاعي خاطر هي عطات امر ما تدخل تعدي كان ما توري الوري الكارد ايتوديون تاعك. قالت حبش نبكي قالت يعشق بس قالت ما تدخلوش تعدي. مشيت لها قبل كونترول سيسيون كونترول قالت لي راك ماكش باش تدخل تعدي والكل، بيعطيني كارد اتوديون قالت لي عملت هكا لوحتها. قلت لها ما نهبطش نمدها من القاع، قلت لها انا مديتهالك في يدك ما نهبطش واحنا راهو قبل ما كناش نعرفوا لي ورا هذا الكل فما عبد، يعني احنا بالنسبه لينا الاداره الكل ما في بليش اللي راهو غريمنا واحد فان واحده يونكو اسافوار بون انا جو بريزوم اللي هي غريمتي. دارت لي عادينا قمت نبكي على غالب ضعفت وقمت نبكي قدامها. قالت لي علاش تبكي؟ ما عارفه نحكي على حق، ما دو ربي ينصرك وتقول فيها هكا بتهكم. نهارت غزرت لها هكا وشجاعه كي ودرت قلت لها مدام اليوم غدوة بعد عام بعد عامين بعد عشرة بعد 20 سنة بعد الموت، قلت لها يوم كنت ونقف هنا وياك تطلب مني السماح على هذه على الوقفة هذه اللي وقفت أنا وياك.
سيسيون دو كونترول كيف كيف. من غدوه ما سيسيون دو كونترول ولا من بعد غدوه عملت اون ديبرسيون نيرفوز. امي ما كانتش في ديابيتيك، انا كنت لبس عليا ندوخ ونولي نسك يد وساق بالعمل يسخيبوني مريضه بالابيليبسي. امي بالفجعه مسكينه طلع لها السكر ومن بعد وليت ديابيتيك، ونطلب منها السماح، نطلب منها السماح ان شاء الله تسمحلي، خاطر بقيتو مش ذنب، هي اختيار انا اخترته وانا نتحمل مسؤوليتي فيه. صيف 2003، صيف مرار نبدا لبس عليا ما نفيق بروحي كي ندوخ ونولي نسك، قعدت لي كتيك كي رقبتي وكتفي اليمين ما نتحكمش فيهم وحدهم. العام اللي بعدو عملت اني بلانش، نهارت اللي مشيت خديت الورقه ذي اللي مكتوب فيها غدوبل، راهو الطفله 13 سنه تقرا ديما ما والله انا ما قريتش اياه فيا نستاهل جبت روحي. اما جو غدوبل pour un crime اللي يحبوا يلصقولي جا الله غالب ما جو بوفي با سامحوني ما نجمتش نستوعبها الحكي. العام اللي بعده عملت دوموند نتاع اني بلانش، مشيت قيدت بيان سور عاد تلحليح وتزكتيح وندورو من الباب الاخر نتاع الاداره باش ندخلوا طول، وفي ساعه في ساعه نبدا نمد في اوراق تقول عرفتك، ونبدا نروح حكايه يشوفني شي حد في الاداره ويعيش كي مدام يفرحك عرفت باش من نضطرش ولا عرفتك تهبطوا شويه هكايا والكل تاخذ بالخاطر بارك ما يسالش واحد يطيح نقولوا. ورغم اللي طيحت انا راهو يعني جيت فليكسيبل يعني مش تقول شيء. اسمع وكل كلمه عاد اللباس الطائفي شنو واش معناها لباس الطائفي؟ انت انا طائفي شنو هي الطائفه بربي يقولوا لي خليني نعرفها باش موا اون كونيسونس دو كوز نعرف روحي لشنو انا انتمي. المهم قالت عرفت نهار اللي دخلت باش نقابل الطبيب خاطر على غالب جيتي اوبليجي ما خلونيش ندخل من باب الاداره، ودو توت فاسون هكا ولا هكا جو سافي اللي انا باش نتعدى ولازم باش نتشد. دونك جبتها كيما يقولوا التوانسه جبتها رجله وتعديت من الباب، استنيت حتى فرغت ودخلوا يعني الطلاب يقراوا وتعديت هبطت كي قلت لها مريضه راني والله مريضه باش نمشي للطبيب وشنو باهي قالت لي ادخلي باهي دخلت مع كل احترامات يعني ادخل دخلت. دونك هذيك ديجا انا طيحت باش تعديت وكل. قابلت الطبيب وحكيت له الكل، جبت له لي زي ار ام تاعي خاطر انا صيف 2003 ساي وليت مضلعه في لي مالادي نورولوجيك ولي ار ام وليت نقرا سي بون، عديت عملت لي ار ام الاولى ولي ار ام الثانيه وليت نقرا الكونت روندو ونعرف سي بون موري مريقله يعني. دخلت له طول حكيت له طف جبت له من الاخر اوكي، قال لي انا موافق على لي بلونش نتاعك، عطيت الموافقه قال لي شوف مع لي دار. قعدت شويه بعثوا لي الورقه هذيا كوم كوا يلزمني نرجع الشهاده الترسيم وبطاقه طلب وكذا. مشيت نجري عرفتك اللي دخلت ونلحلح بربي راني جيت باش نمد الوحده تلمو مرعوبه اللي ما في باليش وما قالوا ليش هما لانفورماسيون ما نعرفش اسكو بنيت ولا لا. مشيت دخلت نجري باش نمد لهم الورقه، في باليش اللي انا وفيت ما نعرفش اسكو هذيك هو اللي جرى ولا لا، الغالب يلزمني في بالي على انه نمدها لل يعني نعطيها للكاتبه العامه اللي هي مدام فضيله. المهم دخلت مديت لهم مش الترسيم، ما خديتش دي شارج، ما خديتش ما يثبت اللي انا رجعت الاوراق هذوك، وما نعرفش اسكو سا اوغي في لا ديفيرونس ولا لا، يعني اسكو يعني كانت تتبدل انه الفات اني ناخذ دي شارج ولا يعني انا متاكده حتى ولو كان خديت ما يثبت. عديت العام هذاك حاولت اني نعمل حوايج، ما نحبش القعده والكل، وحبيت نعمل دبلوم يعني حاجه نتاع خياطه وفسا هكا، فزيت كي قلت نعدي بهم الوقت كتب قرايه درا شنو نقرا من كل شيء وكل. وعرفت عدا وقتها عدا اون باراليل
ذي عاد لاني بلانش او باغالي احنا كنت عندنا ريزوم تاعو خيط. اسمع رد بالك رد بالك تتعدى من الطريقه ذيك راهو ثم جماعه غادي كراو باش يشدوا واحد وكل اسمع المركز الفلاني راهو ما تتعديش قديم وراهو قاعدين يشدوا عاد ثم المركز اللي نورمالمون لو خيط اون 2002-2003 يعرفوه اللي هو مركز الاسواق. مركز الاسواق ذي متفنن في في شدين البنات. عاد كان فيكم ميم عون كان يعمل فازه هي انكدوت اخرى هذيا كان يقول لنا اسمع عشوختي اسمع ايش نقول خاطر انا مع الالتزام يلزمني نلصق فولاره. اسمع ريتو ذيك مولا النصبه برا فيسا فيسا عشري من عنده فولاره وجيبها لي. عرفت توا ابري 14 ans نقول ان شاء الله بركه ما يطلعش كان يتقاسم في الغنيمه اخر النهار تاع بيعان الفولارات. المهم مشيت دخلت وقت الكل ما نحكيوش عاد في المراكز شنو يصير لك وياك السؤالات عاد عرفت صلي بالقبض ولا بالسجل تصلي مالكي ولا مالكي وانا وقت عاد لنفهم مالكي لا مالكي شو السؤالات الحولة اللي يسألوني فيها ونتبع ليله لله محمد رسول الله قالت نتبع والكل نحكيوش عاد على الكلام اللي تحت الحزام واللي كم كوا منهم وقتها عاون شدني قال لي وبديه عاد كلامه لا لا يعنينا المهم قال لي المرة هذي سلكتها مرة جيت عاود تطيح في يدي تشوف شي جرالك خاطر هو عمل ويش المهم بيان سور هذي الكل مازمنيش نعاودو لدارنا لاباس لا ما ثم شي راهو ما نثميش مازمنيش خاطر راهو نروح خاطر راهو يلزمني نقول لكم اللي انا بنت حي الغزاله بنت حي الغزاله 2003 وقتها شدوا من خيره الشباب شدوا طالب سنه ثانيه في الطب شدوا ولاد يقراو في الايكونومي التهمه العظيمه الكارثه يصلي فجر حاضر في الجامع شوفك التهمه قالك مازلت صغير صلي في داركم الويش تجي للجامعة تصلي المهم إلى ما غير ذلك المهم يعني دونك احنا حال غزيلة وكانت مصلت وانا زادة من الأوائل اللي في حال غزيلة وكمل أخواتي الأولاد معروفين في حال غزيلة أخت محمد وخليل دونك اسكو محمد وأخت محمد وخليل أخت محمد وخليل دونك وبيان سور يعني بويسكو أختهم متحاجبة دونك هما بيدهم باش يطولهم الشيء فهمت ورغم ذلك والله المساكن حتى كي يقولوا لي عايشه اختي والكل وراني عندي زوج اخوات بنات اكبر مني ما كانوش وما كانوا ما لبسوش وراني كنت باش تقولك الملتزمه العظيمه العظيمه يعني وراني كل تو لحد الان راهو انا قاعده هوني ولابسه هذا راهو مش يعمل مني قديسه فهمت مانيش كلي ما عرفت قمة في مانيش رابعة العدوية اما عندت خاطر ما فهمتش ما نحب نفهم شنية الغلطة متاعي. المهم ثالثة اني عام لاني سكولير 2003-2004 مشيت انا وقتها تخطبت 2003-2004 مشي معايا خطيبي مسكين يعني رجعتو نهار على شنو قادم دخلت على اساس باش نعمل انسكريبسيون تف 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 مادموزيل راهو لازمك تعمل مطلب ديروغاسيون قلت لها نعم عليه مطلب ديروغاسيون اي قالت لي مدوب لعامي يا ودي مانيش مدوب راهو العام اللي فات اني بلونش لا قالت لي ما تقبلتلكش لاني بلونش يا ودي الطبيب قالت لي مقبوله وكا جست راهي فورماليتي باش ترجع اوراقك والكل لا قالت لي ما تقبلتلكش لا تعديت لك عرفت انا عارف ما راقده على وذيني ماشي في مخي اني بلونش وكا العام الجاي ان شاء الله باش نقعد دخت بالوقت دخت ووريته الوجه الاخر المهم
انا راني فدليكه، راني فدليكه برشا راهو، والكل فهمت هذيك هي طبيعتي راهو، يعني ونخلق من الضعف قوه. وراهو نحب نقول اللي بعد 14 سنه ثم اصحابي قراب قراب ما يعرفوش اللي انا ما كملتش قرايتي على خاطر الحجاب، وما نحبش نقولها. والله تعرف برشا حوايج ما كنتش باش نقولهم، وربي يعلم بنيتي، وان شاء الله اسال الله الاخلاص، وان شاء الله نهار اخر نوقف قدام ربي نطمع في انه يغفر لي في جرد هذا. مانيش قديسه ونغلط ونقف ونتكربس ونتحكي كي العباد الكل راه، ومانيش خير من العباد. المهم عرفت تجي تسال روحك يا اخي، كل المواثيق الدوليه اللي يحكيوا عليها وحريه اللباس هذا راه موجود في الدستور، حريه اللباس وحريه التنقل وكل كلام الكبير هذاك. خاطر من بعد انا عاد العام 2003 ماني عاد شاده الدار وليت نقرا، يعني فينالمون الدوله تصنع منك معارض، فهمت؟ خاطر كان خليونا لباس كان طفيو الضوء، رانا جوست لابسين حجاب وسابت. من بعد جوستومون كي قريت وخاطرني انا اونتخ بلوغوز ودخلت في عالم البلوغوسفير وبديت عاده نحكي مع العبيد وكل، وبديت عاده نتعرف على النخب، وبدا عاد العبيد النظره الدونيه اللي تهزك وتحطك. عرفت انا انكدوت صارت لي واحده اخرى، طالعه في الكار زوز بنات يحكيو بالفرنسي وهم يتهاكموا علي على لبستي. عرفت كوم كوا متحاجبه دونك فورسيمون ما تعرفش ما تفهمش الفرنسي. المهم عرفت وكم كوا وابخسي وسوميز ومسكينة، ليني سوميز وليني ابخسي وليني ابخيمي حرة نفسي، وانا لبست الحجاب وكان جيت ابخسي وابخيمي وكان جاي ولازموا علي الحجاب راني نحيته، وقال شو الله غالب قلقوني في القراية. أمانة مش صحيح، انا نهارتي اللي لبسته مقتنعة. المهم لا اله الا الله محمد رسول الله، قعدت نقرا ونعمل وكل، وجوستومون تعرفت على المواثيق الدوليه اللي يقول لك اللباس، حريه اللباس راهي حريه اصليه حريه طبيعيه، راهو حقك انك تلبس اللي تحب وكل به. لا اله الا الله محمد رسول الله. كيما قلت عرفت اول ما يشوفوك المجتمع هذي راهو المؤسسه الامنيه والمؤسسه الواحد، اما راهو ثم يعنيها حاجه اخرى تقلق، نظره المجتمع عليك والنظره الدونيه، واللي يقول لك دوب ما يشوفك اسمع راهو الايمان في القلب، راهو ما حكيت لهم شيء ما زلت ما بديتش تحكي، يقول لك الايمان في القلب. يا ودي شكون قال لك؟ انا قلت لك الايمان في الرويري انا ولا في الايمان في القلب، با الايمان ما وقر في القلب وما صدقه العمل. انا هذا شنو قريت؟ خاطر اونتر طون تظل شويه قريت، بديت نقرا شويه وفهمت. واسمع راهو انا راني اسمع راهو مش واحده دارت لي قالت لي تعرف في بالك انت وقت اللي نشوفك بالحجاب تو ماغريس عليه؟ قلت لها قالت لي اي مالا تذكرني اللي هو بهيش قطع لازمني نحي باش تبدا لاباس. راهو خاطر بالحق راه بين عليه ما تجرأ علينا، كان خاطر العباد عاونته راهو بين عليه موجود صغرون هكا في مخاخ بعض العباد، فهمت؟ خاطر بالحق كارثه يا اخي. شنو المشكله انا مع شنو؟ انا نحب نفهم، هاني جو سوي اون تران دو كومونيكي، هاني قاعده نحكي، ماني نتصل معاكم تسمعوا فيا تفهموا فيا قاعده نحكي، هذه خليتني منعتني من اني نحكي معاكم ليه؟ به لا اله الا الله محمد رسول الله. ومشكله تجيك عاده تو عاده هذايا راهو دغني مور راهو عرفت بعد 14 سنه يدور انيكس بروميي مينيستر مسيو مانويل فالس، ويدور يقول لك اون تونيزي كوم اون ايران On impose aux femmes de porter le voile. Et là, je veux dire, monsieur, détrompez-vous. En Tunisie, on imposait aux femmes d'enlever le voile et non pas de le mettre.
فهمت؟ راهو يا مسيو فالس، راهو احنا عدينا 14 عدينا من عام 2002 ل 2006 قاعدين ندوزو. هذا انا نحكي على روحي، خاطر انا ما نعرفش شنو صار في صغير عمري 6 7 سنين، منا فما نعقلش على شنو صار في لي زاني 90. المهم دونك فوالا دونك الفايزة اللي الحاجة الباهية اللي تو مثلا جماعة الانتماء كما يقولوها هما، كلمة تو تعرفت عليها هنا هنا راهيك التهمة الانتماء، عرفت باش يمشي يقدم الخدمة يعطي البيت رؤية يطلب عليه البيت رؤى، احنا التهمة متاعنا فوق ريوسنا، يعنيها تدخل تمشي باش تعمل باش تعمل انتروتيان تمشي تعدي. انا صارت لي في سوسيتي اوفشور، دخلت كلموني في التليفون سنتر دابيل خاطرني جيستيم اللي عندي ان بون اكسون في الفرنسي والكل، كلمتني في التليفون اي اي مدام مرحبا ودرا شنو دونك، مشيت دخلت هي خسرت لي وانا حسيتها مش ولا بد، عملت قالت لي سمعتني نحكي هي الحق نتاع ربي عطاتني حقي يعني، عملت لي اونتروتيان كل بعد قالت لي راهو مدام يا ان سول بروبليم، خينا بديت نشم فيها، قالت لي احنا نو زافون اون بوليتيك لايك، خينا وخرتك هي قالت لي سينيو ستونتاتوار، قلت لها وذاك والحكايه هذوك ما قالت لي والله اش نقول لك تنجم راه تنحيه وتدخل تخدم ومن بعد كي تخرج، قلت لها خاتي انا ما نحيتوش للي يجي باش نحيه باش ندخل ليه راني ما نحيوش، قلت هكا هاو بسلامه بسلامه. المشكله راهو الشيء مازال متواصل، عندنا حادثه معروفه على الاخر المضيفه في تونس هنا هنا الحكايه فهمت يعني واحد، وتعرف وفيت احنا خاطر الفرز اللي على جماعه اللي صار لهم صار لهم الانتماء والحكايه هذوك الكل، احنا راهو زاده صار لنا فرز، راه احنا فرز ديريكت، احنا ما يستحقوش يتعبوا برشا خاطر كيما قلت لكم تهمتنا فوق ريوسنا سهله، دوما يشوفك يقول لك عطوا نعيطوا لك وكالفازيت مولات مسكينه ساعات، وراو جوستومون ثم راهو الحق نتاع ربي باش واحد يعطي الحق فهمت، الامنيين ثم اللي يقول لك رنا العبد المامور اختي وسامحني والكل، وهو راهو ذيا بالحق جوست باش نفتح ميساج وسعوا بالكم معايا باش نفتح قوس صغير اللي يدور، يقول لك راهو الوزير رئيس الوزراء البريطاني قال راهو مع الارهاب، سامحني مدام سهام، يقول لك مع الارهاب ليس هناك حقوق الانسان، يعني ما يهمنيش ليه ليه انا متاكده اللي هو ما قالهاش رئيس الوزراء خاطر كان يقولها توا تصير عليه كارثه، على خاطر هي حقوق الانسان تعملت جوستومون للواحد، على خاطر انت وقت اللي تشد تعذبه وتتعديله تتعديله الحرمه الجسديه نتاعو سكو انت تي غابي سيلي، هو وليت تتعامل خاطر انت كوم كوا هو ارهابي ويعمل في الحوايج الخايبه والكل، دونك انت وليت كيفه طبق عليه القانون، ما عندكش الحق تمسه، ما عندكش الحق تمسني ولا تقولي نحي ولا واحد، ما عندكش الحق تعطيني ايحاءات بدون ما نغوص ايحاءات شنيا. المهم سيدة إيناس شنو طلباتك اكثر؟ طلباتي انا دايوغ فرحانه باللي هو ثم قانون عنف تجريم العنف ضد المراه، ويعني وماذا بيا خاطر بعد سمعت اللي هو سمعت اللي هو فات في لي زابو كونجوغو، يعني ماهوش تبع العنف الكل، ماذا بيا مطلب لول والحق تاع ربي، يعنيها انا عندي بنيه خديجه البنوته ماذا بيا بنتي وبنات التوانسه والتونسيات الكل نهار اخر ما يصير لهاش اللي صار لامها، تحب تلبس ما تحبش هي حره، حد ما يقولها لا البس ولا نحي، هي حره والنساء الكل حرين، لا انا لازم عليك باش تلبس ولا لازم عليك باش تنحي، ها وهذه هي بالحق الحريه. وعندي مطلب اخر اللي هو مطلب شخصي، زوز مطالب شخصيه بعد اذنكم، اللي انا نرجع نقرا خاطر قعدت لي في قلبي الله غالب، و كوميم راهو مش كيما واحده تقرا انفورماتيك يعني راهو بروغراماسيون والكل، مش كيما واحده تقرا عمرها 19 سنه ما عندها حتى مسؤوليه كيما تقراها عمرها 34 و35 اسابوار وقتاش، خاطر انا في بالي اللي هي اوتوماتيك طلعت لي ماهيش اوتوماتيك، طلعت يزمني نعمل دوموند للريكتورا واسافوار تقبلوا لي الريكتورا نتاع تونس والا لا
المهم نحب نرجع نقرا الحق نتاع ربي قعدت لي في قلبي، على خاطر انا العبيد المقربه ليا مش مخه اللي انا خرجت من ليجي خاطرني تكسلت. كان جيت تكسلت راني ما جبتش موينات باهيه، كان جيت تكسلت راني ما عملتش ديبرسيون في الصيف 2003. وحاجه اخرى، خاطر انا مدام فضيله اللي نحييها من هالمنبر هذايا، وقتها كي قلت لها مدام نتقابلوا، نحب نتقابل انا وياها ونحبها تطلب مني الاعتذار خاطرها دمرت لي مستقبلي، وعلى خاطرني انا العبيد كي تغزر لي راني كي يقولوا لي ما كملتش قرايتك فهمت يا لطيف. انا ثم شكون جاني قال لي من المقربين نحكي مره، قلت لها اختي باك بلس 8 والكل، قالت لي وانت باك بلس قديش؟ باك بلس 0 عرفت تقعد راه، والعبيد ما تحترمش راه وما ترحمكش راه. بالنسبه لي انا خاطرني بنات جيلي والكل كنا اصحابي ونديدي، انا اللي قراو معايا في ليجي واللي نحييهم خاطرهم هما كانوا يحطوني في وسطهم ويخافوا عليا، الجروب يا جديس يحطوني في وسطهم ويخبيوني والكل، توا نحبهم ونحترمهم. فما شكون اللي مازال كي خذات الدكتوراه نتاعها في كندا، فما شكون تقرا في يخدموا في فرنسا، فما شكون يخدموا توا اساتذه مازالوا كيترقاو هنا استاذ فوق الرتبه، هكا ظهر لي هكا اسمها الوحده. دونك وانا ما نخدمش وانا باك بلس زيرو، دونك وكا تو سامبلومون. شكرا إليس. عفوا. شكرا. الاخيره هي شهاده نجاة العيشاوي، والسيدة ابتهال عبد اللطيف ستقدم السيدة نجاة العيشاوي. تفضل مدام ابتهال. شكرا. سنعرض على حضراتكم الآن شهادة أخرى على هذا الانتهاك الممنهج الذي تعرضت له المرأة التونسية بعنوان المنشور 108. إن المتضررات من تطبيق هذا المنشور هن ضحايا على معنى القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، لكن الأضرار التي لحقت بتطبيق هذا القانون أو هذا المنشور لم تتوقف عند انتهاك حرية اللباس، لتشمل انتهاكات أخرى عديدة مثل انتهاك الحق في التعلم، الحق في الصحة، انتهاك الحق في الارتزاق والاعتداء على حق الشغل، الإيقاف التعسفي، المراقبة الإدارية، الدفع إلى الهجرة الاضطرارية، انتهاك الحق في جواز السفر، انتهاك الحق في ممارسة المعتقد، وغيرها عديدة الانتهاكات. وحسب الشهادات المسجلة بهيئة الحقيقة والكرامة إلى تاريخ 8 مارس 2017، حيث تم الاستماع الخاص ل4280 امرأة ضحية إلى الآن، وبلغت نسبة عدد المتضررات من منشور 108 قرابة 40% من المستمع إليهن، أي 1684 ضحية من يعني جملة 4280 إلى يومنا هذا. الآن سنستمع إلى السيدة نجاة عيشاوي إحدى ضحايا هذا المنشور. نجاة مربية، أستاذة تعليم ثانوي، هي أيضا ناشطة بالمجتمع المدني وقائدة في الكشافة التونسية منذ بداية التسعينات. تفضلي سيدتي. شكرا. مساء الخير للجميع. برغم العذبات يبقى الأمل للقلوب خفقة، والأمنيات تبقي الحياة نابضة. بهذه التحية أبدأ شهادتي من حيث انتهت إيناس، واعذروني في استعمال العربية لأني أتقن التعبير بها وأحس أنها تبلغ عذابات أدت إلى نجاحات. نجاحات جيل كامل، نجاحات نساء تونسيات أعطينا من أعمارهن وأعطينا الكثير الكثير، ورأيتم من القفة إلى الدراسة وتوقف المستقبل. اليوم جئت لأعدد نجاحات شيدت من عذبات. قالت إيناس في شهادتها أن بالعلي ما اقتدر على المجتمع إلا بمعاضدة بعضهم. نعم، في صمت من منظمات،
في صمت من العديد من الحريات، في فضاء من القمع نزل منشور 108. منشور 108 صاحبني منذ سن 15، نعم منذ سنة 84 و900 للألف. كانت البداية وكان خياراً، لا جبراً ولا عنفاً، كان خياري. وكنت بنت 15 أدرس بالمعهد الثانوي ابن خلدون رادس. في سنتي 84 إلى حدود 86 كانت هناك أريحية من التعامل مع حاملات الحجاب، ومع نهاية السنة الدراسية 86 بداية 87، يعني السنة الدراسية 87-88 أجدني تلميذة في السنة السابعة آداب. أجدني أتوقف من أجل حجابي أو أوقف من أجل حجابي عن الدراسة. نعم، يطردون من أجل حجاباتنا في بداية السنة، يقولون زي الطائفي ممنوع. لبسنا منادل طويلة وسراول جين وسبادريات وعملنا تقريطة تونسية، قالوا لا ممنوع. لبسنا سفاسر، قالوا لا ممنوع. لبسنا حتى زي التقليدي، فينا الجربية وفينا الساحلية وفينا، نحن مشينا إلى أقصى درجة من التفهم، لكن فهمنا في الأخير أن الإشكالية ليست في غطاء الرأس، بل الإشكالية في الفكرة التي توجد داخل ذاك الرأس. نعم، الحجاب ظاهرة قد تذهب وقد تعود، ولكن الفكرة ثابتة لا تموت. عشت بفكرتي حول حجابي، بما درسته حول حجابي وبوعي المرأة. نعم، كنت تلميذة واعية، قدت النشاط الثقافي في المعهد، نظمت العديد من الحفلات الموسيقية، نظمت العديد من التظاهرات حول الأمراض المنتقلة جنسياً، وكانت المعاهد تشهد في تلك الفترة وتزخر بالنشاط التلمذي. نعم، كان نشاطاً تلمذياً فيه شراكة بين اليسار واليمين. نعم، نحن وأبناء ذاك الجيل كنا نعي أنفسنا ونعي محيطنا، غير جيل الألفينية. ورأيتم يعني التجهيل والبعد عن الأنشطة ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى جيل لا يفهم حتى انتماءه أو اتهامه. نعم، قلت في معركة مع الحجاب وبصيص أمل جديد بالتحول أو بالانقلاب. نعم، كان انقلاباً منمقاً بالحداثة والدعوة إلى حقوق المرأة. قدنا مسيرة، احنا بنات معهد رادس اتفقنا انه نخرج في مسيرة فرحانين بالتحول وانه باش يرجعونا نقرأ. فعلا المسيرة هذيك خرج فيها قرابة 30 طفلة من معهد رادس. رادس كانت تحتوي 4 معاهد، معهد الفتيات ومعهد التقني والمعهد الشعاب القصيرة اللي هي تيو جي ومعهد ابن خلدون رادس. قدنا مسيرة مع شراكة مع بعض المدرسة العليا، يعني تلميذات المدرسة العليا للمعلمين بالمرسى. واحنا طلعنا من اللي هبطنا من التران والناس تخزر لنا، ظاهرة عجيبة. طلعنا الأسواق، مركز الأسواق سألنا وين ماشيين، قلنا له طالعين وزارة التربية. علاش؟ خاطر نحبوا نرجعوا نقراو. وتكملنا طلعنا، واحنا باش ناخذوا دورة ببنات نلقاو الأمن حيث لا أمن. اقتادونا يوما كاملا، توقفنا في المركز الأمن بعد بحث وواحد، وقعنا التزامات على نزع الحجاب. كنا نوقع يوميا التزامات على نزع الحجاب. صارت الأمور وبيان التحول والمصالحة مع الوطن وما نمق من كلام، فعدنا للدراسة في الثلاثية الثانية، في السداسي الثاني من السنة. أنهيت السنة بإخفاق، إخفاق مركب لست سببا فيه. مع بداية السنة، السنة الموالية 88-89، وصلت الدراسة بالمعهد. في المنتصف الثاني من السنة الدراسية كان سي عبد الحميد الهداوي يرحمه
يطردني ديما دون سبب. كونسي دو كلاس طرد 15 يوم برا طرد، الحمد لله اخر العام طردني ديفينيتيف. عديت الباك وانا يعني مطرده، ولكن بعد قال لي راك تنجم لانه الثانيه كيف كيف ما خذيتش الباك. بدايه السنه الاخرى حرمني من الدراسه كليا، قال لي لا مجال لك في هذا المعهد. وعدته وعدا وعد امراه تونسيه اني في اخر سنه ساتيه بشهاده البكالوريا وسادخل الجامعه رغما عن انفه. نعم، سنه دراسيه 89 وصلت دراستي بمعهد ابن قتيبة، وكان المعهد الوحيد، شكرا لك مدير هذا المعهد، يقبل المحجبات. ودرسنا فكنت من بين خمس اعضاء، يعني خمس تلامذه اللي نجحوا. هزيت الباك وهزيت المبروك ومشيت لهداوي، قلت له هاو بنات الانترنا حتى كي يخرجوا ينجحوا، وين تحطهم يبدعوا. خذيت الباك ودخلت معهد اخترته، المعهد الاعلى للمحاسبه. دخلنا، مشيت السنه الدراسيه في بدايتها 90 91، بدات الجامعه تغلي كنقولوا تغلي، يعني بدات تبقبق، لانه بدا العوده على تلك العهود التي وعدها صانع التغيير. واي تغيير ينتظرنا؟ تغيير كبير. عديت البارسيال الاولاني، انتخبنا هيئه المؤسسه. انا في الاثناء فتكم بالحديث، انا كنت ناشطه في الاتحاد العام التونسي للطلبه منذ الحياه التلمذيه، شاركت في جميع الاحتفالات. كان شقا طلابيا نقابيا، كان يقدس العمل يكرم العامل، كانت الحفلات كنا نقدس كل شيء، حقوق المرأة، حقوق الطالبة، حقوق، يعني كانت منظمة نقابية، وفي نفس الوقت تهتم بمشاغل المجتمع، يعني لها إطلالة على المجتمع، ذاك المجتمع الذي لم يساندها يوما بعد أن سقط رموزها. في حرمنا من الدراسة في السداسي الثاني، حرمنا من المنحة الجامعية. كان اللي يمشي باش ياخذ البورس نتاعو من معقل الزعيم يتشد، كان اللي يمشي باش يعدي يتشد. في الامتحانات اخر سنه تشدت، يعني توقفت السيده منيا الحاجي وتوقفت، انا ذاك كانت طالبه بنت العشرين، توقفت منيا الحاجي، توقفت حبيبه، هما زميلاتي في الاتحاد، حبيبه لوذيني. أنا غادرت يعني البلاد مرغمة. فاتكم بحاجة، عديت أختي عمتها بتعدي الباك في العلوية، ما تصدقش أني خلت نفسي أعبر قطاع غزة على ما فما سلاح، وتصور تلميذ ماشي يعدي في الباك، ساعة نحت حجابها باش تنجم تعدي الباك، وسلاح باش توصل تعدي الباك في العلوية، يعني الأمن من قبل العلوية بفترة. هذه يعني على الظروف اللي كانت في تونس في التسعينات، وشفتوا انتم يعني سنوات التسعين كيفاش ضرب الكرتوش في الجامعة التونسية، كيفاش حتى سقط طلبة يعني تحت تأثير الرمي بالنار. هاجرت البلاد مرغمة، ظنا مني أني سأحقق مستقبلا. نعم، درست بالمهجر وتميزت، وكنت كل صائفة أعود، لأنه أنا خرجت عادي من المطار، تبيني أني ما عندي حتى مشكلة إلى حدود تلك الساعة، يعني ما جبدني حتى حد، وما كنتش الناس اللي تجبدوا، إلى حدود سنة 94. في صائفة 94 عدت من أجل إجراء بحث تخرج، كنت سنة رابعة جغرافيا وسنة ثانية حقوق، لأنه في القطر الموريتاني الشقيق نجموا ندرسوا في نظام جامعة ونظام معهد. فجيت باش نكمل البحث متاعي، وارتأيت أني نعمل البحث على دور المرأة التونسية في تنمية الشمال الغربي، ظنا مني أني لازلت تونسية، يعني أنا لازلت تونسية. وفي استعدادي للبحث أجدني في مركز الإيقاف ببوشوشة،
يعني كان الإيقاف إيحاء لي أني سي أنا الأوان أنه حتى هذه المرأة التي فرت من أجل علمها، فرت من أجل تحقيق ذاتها، من أجل الإبداء للعالم أنها تونسية. كنت أمر في مطار دار البيضاء وقلت تفضلي يا للا تونسية، يقدرونا، يقدروا الفتاة التونسية، الفتاة التونسية المتعلمة كانت بقيمتها وبقدرها، وكنا مبجلات. نرجع لبلادي نلقى روحي في البحث، نلقى روحي تحت الضرب، نلقى روحي قدام حاج اسمه الحاج الجوادي. الحاج الجوادي قال لي خطيبك علاش يجي لموريتانيا؟ يهز من عندك الأخبار؟ يا ولدي خطيبي يجي لي أني أنا غادي. هو ما يمنش بالحب، ما يمنش بالعلاقات اللي تتبنى أنه إنسان يضحي بفواياج ولا يضحي بسفرة كاملة من أنه يجي باش يشوف نصفه الآخر. نعم، النساء شقائق الرجال. كان سندا لي وكنت ظهرا له. توقفت بعد فترة تعذيب، ضرب، إهانات، تقطيع ملابس، حجاب، تعذيب أبناء القضية، يعني نفس الفئة اللي احنا كنا في موريتانيا قدامي، يعني كل العذابات عشتها. العذابات الكل تجاوزناها. تم ترحيلي إلى السجن في سنة في 5 أكتوبر 94، بعد يوم مرير بالجيول متاع المحكمة، يعني بقاعة الانتظار في المحكمة. تصوروا من مهازل الزمن أني أنثى في ذاك القبو. 10 9 ما حسيتش أنا بالوقت، نهارتها الناس كل روحوا بيت الحس، وليت نعيط يا ناس راني فما هوني، باش فاق حارس المحكمة وقال لهم راي فما امرأة في الجيول. كان وقتها كانوا يحاكموا في بقية، يعني كانوا يستنطقوا، يمكن مشيوا هما للحاكم التحقيق والحاجة، أنا ما طلعتش لحتى بقعة. ملي جابوني 7:30 متاع الصباح للعشرة متاع الليل، مريت حد وما كلمت حد. المرأة اللي تدخل يهزوها، المرأة اللي تدخل تهزوها، وأنا قاعدة مشى في بالي باش نروح أنا، خاطر هو وعدني بعد ما أرغمني على التوقيع، قال لي لا ما عندك حد شيء. نتذكر أني أنا كنت في قبو المحكمة، ولكني في نفسي من داخل في بعض سخرية منه، لأني ما أعطيته إلا ما أردت، ويشهد الله أني ما أعطيته إلا ما أردت ولم أعطيه شيئا. أخذ مني حجابي، أخذ مني حرمة جسدي، لكن لم يأخذ مني شيئا، لا من كرامتي ولا من إصراري ولا من أملي. هزوني مع جماعة أولاد اللي كانوا وقتها أولاد قضيتي، نجم نذكر منهم بعض الأشخاص، عبد الحميد عبد الله، خليل الدريدي، فريد البوزيدي. كانت ثلة عشنا أياما رائعة في القطر الموريتاني، تعاضدنا على هم الزمان، وكنا من قواعد الاتحاد العام التونسي للطلبة، منظمة نقابية، فصيل طلاب عتيد. نترحل للسجن مع الأولاد السجن 9 أبريل، ومن بعد يقوم ترحيلي إلى سجن النساء بمنوبة. في سجن النساء بمنوبة تصوروا أنه نص الليل، بعد جمعة بلاش ماكلة، جمعة بلاش نوم، جمعة في جيال الماء يجري ليلة كاملة، نهار كامل تبحث، حوايج مسخة، حوايج مقطعة في برد أكتوبر. تصوروا هذه المرأة التونسية سليلة الكاهنة وعليسة، سليلة فاطمة الفهرية. تصوروا وين وصلت الدناءة بالنظام النوفمبري. في المحنة هذيك يزيد يتم أنه من أجل تفتيشك، أنت جاية من محضر بتاع بحث وكل شيء، ينحيوا لك دبشك الكل ويفتشوك، هاتش عندك، منين باش نجيب لك انا من بوشوشه؟ يعني هنا دعوه للسجانه انها تتاهل لمعامله الناس معامله جيده، هو عنف المراه للمراه. نعدي سنه كامله في السجن بعذاباته بمحنه، لكن وانا في السجن انفتحت على مجتمع اخر.
انفتحت على مرأة أخرى، لم أعد بنت 19 أو بنت 20، أصبحت بنت 30 أو 40 سنة، على ما شفتك التجارب متاع النساء متاع الحق العام والعذابات اللي يتنكل بها السبا خاصة، لأنه إحنا كنا بنات السبا خاصة، كان ينكل بنا، كان يوضع بنا في أتعس البيوت، دار البي بمنوبة يقولون دار بوكم، دار بونا تتكون من فسيفساء من الغرف، غرف خاصة بقضايا الزنا، غرف خاصة بالأمهات، يعني أطفال يعديوا سجن مع أمهاتهم، شوفوا الذنب، شوفوا حتى الطفولة، يعني الأصل في الشيء أنه المرأة تكرم. عذابات كذلك بيت قاتلات الأرواح، وكان يزج بنا في الأماكن التعيسة. الجمعة الأولى اللي عديتها في السجن كانت جمعة خوف شديد، أنا بلوغة اليوم سلكتها، ما وقعش لاغتصابي ولا حد شيء، لكن كي مشيت للسجن سمعت اللي نساء تعتدي على النساء فظاعة، يعني هذه نعاود نقول عنف المرأة للمرأة بأمر من السجنات، يعني أمر في إرهابنا، أمر في تعذيب المرأة المناضلة، ما المرأة صاحبة الفكر. عذابات أمي في القفة ما نذكرها لكش، عذابات أمي في البحث عليا ما نذكرها لكش، هكا أنتم تعرفوها، يعني اللي جرى على الناس كل جرى. نخلي الحبس بمشاكله، قبل ما نخلي الحبس نتذكر نجاة فلتة، واحدة اسمها نجاة فلتة، كانوا يأمروها أنها يسكروا البيت على السبا خاصة ويأمروها تضرب بنات السبا خاصة، لأنه بنات السبا خاصة عاقلين ياسر، متربيات ياسر، تربيوا التربية ما ينجموش يردوا فيها الفعل العنيف، ما تربيوش على العنف. ربي سامحها ويسامح اللي كان يؤمر فيها. في السجن كان فما برشا ناس أزدونا العديد من المعاملة الطيبة، ولكن فما برشا ناس ضربونا. أنا نذكر إحدى الوكيلات ضربتني لأني ما لبستش الحجاب وأنا خارجة للجلسة، ما لبستش سفسيري وأنا خارجة للجلسة، بدعوة أنا قلت لها يا بنتي أنت نحيت لي حجابي تغطي فيا علاش؟ ما عنديش حتى قضية نحشم بها، ما عندي. هما كانوا السفساري رمز للمرأة اللي تحشم بقضيتها، أنا ما عنديش قضية نحشم بها، أنا نحب نمشي للمحكمة بلاش سفساري. ضربتني بالمفتاح على رأسي في المحكمة، نحيت السفساري وقابلت الحاكم بلاش سفساري، روحت كليت الكتب من ربي في روحت للسجن عاد مش للدار. فعلا روحت نهار 5 أكتوبر 95، بعد مروري سنة كاملة بالسجن. 5 أكتوبر 95 يهزوني لمنطقة الأمن بباردو، في منطقة الأمن بباردو يعطيني 500 ويقول لي برا روح لداركم، وقبل ما توصل لداركم برا لمركز الأمن. قلت له في ذهني لا، لن أسير إلى مركز الأمن، لن أخدع مرة أخرى. روحت للدار كلمت أختي جات هزتني، بت ليلتها في الدار. نهار السبت 6 أكتوبر توجهت نحو 9 أفريل، لأني يجب أن أحقق شيئا قبل أن أرى رجل الأمن الذي سينزع أمني. هذه راي قصة برشا بنات، قصة برشا محجبات. بعد ما رسمت في 9 أفريل روحت نلقى اللي الأمن فعلا جاء لأمي وأرهبها وقالها وين يا بنتك وكيفاش تخرج وما تجيناش. مشيت له أنا، بشرني بأني سأراقب يوميا في 5 مواقع للأمن كي ينزع أمني، وقبل ذلك بحثني مرة السملكي كيف أنت عندك بطاقة طالب كيفاش. قلت له راني أنا رسمت وحدي ما عندي حتى حد. قال لي مالها هك باش تصححها هنا في مركز الأمن بالملاحة رادس، وبتصحح في منطقة الأمن بمجرين، وبتصحح في منطقة الحرس ببن عروش، وباش تصحح في السجومي، وباش تمشي ل 18 جانفي. وكان ذاك معدل يومي، الصباح وانا ماشيه نسلم على الامن الكل نقول لهم صباح الخير اني ماشيه نقرا، والعشيه نوصل ل 11 للجامعه، نقل مكتب من الدروس ونقرا، ما 3 يلزمني نرجع، ما 3 لاني باش نعاود المسار،
من سيدي حسين إلى بن عروس إلى مقرين إلى راتس يوميا إلى حدود تخرجي سنة 99. قبل تخرجي وبعد سنة يدخل خطيبي السجن، ثم يتخرج هو كذلك في شهر أفريل 97. في شهر ماي 97 تزوجنا في خفية من النظام وفي كتمان منه، لأني كنت نعرف إذا كان باش نعمل زواج راو الناس كل اللي باش تجيني باش تبحث، وراو مش باش يجيني حتى حد، وباش نخسر الفلوس خسارة. واحنا الفلوس اللي باش نخسروهم في مظهر زواجي فولكلوري يتمتع فيه الأمن بعذابات الناس ما نعطيهش الفرصة هذيك. نهار السبت صححت، نهار لحد عقدت عقد الزواج، نهار الاثنين صبحت نبحث. نهار الاثنين على فكرة كان 13 من شهر ماي، وكانت بداية الدورة الأولى في 9 أفريل. كنت نبحث الصباح وانا سايبوني قريب ما الساعة باش نخلط نعدي ماضي ساعتين في 9 أفريل، وزوجي يقعد للستة ستة ونص نكون أنا نروح. الحاصل تقريبا نوصلوا مع بعضنا للدار وأنا في المحمدية. من المحمدية نصحح في المحمدية، نصحح في فوشانة، نصحح في سيدي حسين السجومي، ونصحح في 18 جانفي مرة في الجمعة، ونقابله في القهوة. نقابل رجل الأمن في القهوة يقول لي راني أنا قاري عليكم التومة وحطيني باش نأهلكم. عرض علي العديد من المرات أني أشي بما يوجد في الجامعة، فنقول له باهي ونتعدى. ما ساعدهمش أن تزوجنا في غفلة منهم. بعد شهر وأنا كما قلت لكم دار بابا في حي الملاحة رادس، يعني منطقة مينائية، مقابل المركب الكهربائي برادس يتم إيقافي أنا وزوجي وإحنا في فسحة، يعني شهر بعد الزواج ماشية في بالي ماشية لدار بابا. أخي يهزونا لمنطقة الأمن ببن عروس ويقولون أنتم محاولين باش تخرجوا من البلاد. خلصة يا ولدي راني واقفة في محطة متاع كار، هبطت من الكار يعني ماشية لدار بابا. لا أنتم محاولين باش تحرقوا. في لا في إيه تم تعريتنا وتعليقنا. تصور عروس الشهر ويقول لي سي جلال رئيس المنطقة هاي هدية العرس، باش تعود تعرس وما تقول الناس ما كتحبوا. هاوك خذ اللي كتب لك من ربي. الحمد لله انه كنا مع بعضنا وكنا سندا مرة اخرى لبعضينا. هما يستغربوا كيفاش يعني الناس تحب بعضها وتناضل مع بعضها. نعم المرأة التونسية مناضلة، تعرف الحب، تعرف العشق، تعرف العطاء، تعرف كل انواع الابداع في الدنيا والدين. هذا كله ويتم إيقافي مرة أخرى في بوشوشة لمدة أسبوع كامل في غفلة من العائلة، يعني دار راجلي يقولوا بحضمها ودار أمي ما يعرفوش بنتهم في دار زوجها. بعد جمعة نخرج أنا من المحكمة ويتعدى زوجي بتهمة حمل سلاح أبيض مدة شهر، وأنا خارجة سيبو جمعة رئيس منطقة الحرس يقول لي هاكي باش تهزي القفة زادة. أفرح ما تحب تعرف او ادخل الحبس زيدا باش تهز القفه لزوجك. زرت زوجي 4 مرات هزيت 4 قفاف، يعني زادت التجربه عمقا، زادت التحديات، وكلما زادت التحديات زاد النضال وارتفعت درجه العطاء. كنت قادره على العطاء الى ابعد الحدود، لست وحدي، انا من بنات تلك الفتره التي تربينا على العطاء سواء في الفصيل النقابي أو في الفصيل السياسي الجامعي، يعني سواء بنات الاتجاه الإسلامي أو بنات الاتحاد العام التونسي للطلبة، وأضف إلي كذلك بنات الاتحاد العام لطلبة تونس، لأنه في قبل خروجي بشهرين يجيبوا كذلك بنات الاتحاد العام لطلبة تونس نجوى الرزقي وعفاف نصر. تحية لكل مناضلات تونس. يعني فترة التسعينات كانت فترة نضالي امرأة بامتياز، كانت فترة نضالي امرأة بامتياز، تشبعت بأراء الحرية، أراء العطاء، وأراء لو سافوار فيفر، يعني إرادة إتقان فن الحياة، أتقن فن الحياة والتعايش
مع بعضنا في السجن وخارج السجن. هذه المرأة المناضلة لم تجد في ظل تعتيم إعلامي، لم تجد من يناصرها، من يرفع صوتها، يعني في ظل جميع الأشياء الموجودة، بل تجد أنه في إحدى مناسبات عيد الاحتفال بعيد المرأة في 13 أوت نجد العديد من المنادات بوضع حد لظاهرة الحجاب، وضع حد لظاهرة الحجاب، لأن ظاهرة الحجاب عادت مع إناس ومثيلاتها، يجب أن يعودوا لمسح هذه الظاهرة من جديد برغم عدم وجود الفكرة، لكن الفكرة تظل وتعيش، تعيش في ظل المراقبة الإدارية، تعيش في ظل العطاء الزوجي، تعيش لأنها فكرة على حق. هذه المرأة التونسية لم تجد معاضدة من منظمات المجتمع المدني، وبرغبة داخلية كان لي مشوار مع هذا المجتمع المدني ما بعد الثورة. كان إصراري لنشر قضية هاته النسوة التي ناضلن سياسياً وصرنا مناضلات منسيات. في ظل مسار كشف الحقيقة والعدالة الانتقالية، هي أول خطوات العدالة الانتقالية هي كشف الحقيقة. عملت على ذلك من خلال جمعية نساء تونسيات بإحياء يوم للمناضلات المنسيات، يوم وفاة، وقع تكريمهن بدعوة وبحضور جماهيري، كان أول جلسات الاستماع العلني وقعت في قصر المؤتمرات في شهر ماي سنة 12 و2000، وأدلينا بشهادتهن بعد عمل على الملف، ملف منشور 108، وهنا نقول أن منشور 108 إن حقق مكاسب، يعني محاربته حقق مكاسب للسجينات، فضحايا منشور 108 من غير السجينات إلى يوم الناس هذا يعانين من جرائه، منهن من طردت من العمل، ومنهم أختي وهي أستاذة طردت بسبب منشور 108، وإلى يوم الناس هذا أنا عدت إلى العمل وهي لم تعد. تصوروا أنها من أجلي تطرد من العمل وأنا أعود لعملي وهي لا تأخذ حقها في العمل. منهن من لم تنهي دراستهن كما إناس، يعني المنشور هذايا حطم برشا أحلام، حطم برشا أمال، لكن دسنا على تلك العذبات، دسنا على تلك الآمال وحققنا نجاحات. نعم حققت نجاحات عديدة، لا لست أنا كفرد، بل أنا كامرأة تونسية محجبة كنت براية هذا أقتحم جميع المجالات، حققت نجاحات في جميع المجالات. لم أكن تلك المرأة المغلقة، لم أكن تلك المرأة الانطوائية، كنت أنا التونسية، أنا الخضراء، أنا الخضراء بعطائها، بانفتاحها، بتحررها، بتقدميتها. تعاملت بسلام مع جميع الناس، تعاملت بحب بود، كونت الأجيال، درسنا، يعني كنا نمارس نحن المحجبات جميع المجالات، يعني كسرنا أو حطمنا جدار المقولة القائلة أن هذا الحجاب رمز للرجعية، هو رمز لتقدمية المرأة المسلمة التونسية بمذهبها المالكي، بفكرها، بتحررها التي درستها على العديد من المفكرين التوانسة، بداية من الحركة الوطنية مروراً بالمنظرين في العهد الحديث. وأنا تشبعت ببعض أراء رئيس حركة النهضة اللي قالوا لي أني أنا في خلايا نهضة، هما رام اللي قالوا لي برمشي شوف النهضة، أنا مشيت وقريت أدبيات النهضة وتشبعت بأدبيات النهضة، تشبعت برأيها نحو المرأة المتحررة، نحو المرأة التي يجب أن تتعلم، يجب أن ترتاد جميع المناصب، يجب أن تكون لها الفعل والفعل الإيجابي في الزمن في جميع المناصب في جميع الأماكن، لن يثنيها حجابها عن الإبداع في أي مجال
كانت، كنت أتقن فن المسرح، كنت أتقن مجالات الإنشاد، كنت أتقن مجالات القصص الحديث. يعني المرأة المحجبة لم يقف حجابها عائقاً أمام إبداعها. اليوم وفي هذه اللحظة الزمنية الفارقة وجه رسالة، لعلي لم أطل ولم أثقل عليكم الزمن، ولعلي أكون ختامها مسك، لعلي، لأني من إبداع الزمن أني أترك دائما للأخير، وأصبحت يعني هذه عادة. شكرا. نقول أني أنا اليوم المرأة التونسية، أنا الخضراء اللي بكيت سعيد في سنوات 78، أنا الخضراء اللي بكيت عثمان بن محمود في التسعينات، أنا الخضراء اللي دعمت مجهود البوعزيدي وبكيت عليه. شوفوا، من ماسح أحذية إلى طالب تقنية، يعني مشروع مهندس، إلى بائع عربة، وجاءت الثورة. أنا من موجبات الثورة، من دعاوي الثورة، أني أدعو المرأة التونسية أن تعاضد المرأة التونسية مستقبلاً. نتسامح فيما مضى، نتسامح فيما اختلفنا فيه فيما مضى. اليوم نحن تونسيات، نحن سليلات المجتمع التونسي، لننهض ببلادنا نحو يد واحدة، محجبة وغير محجبة، مسيسة وغير مسيسة. رأينا أن العذاب نكل بجميعهن، من النقابية اليسارية إلى النقابية الإسلامية إلى العاملة إلى 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 إلى. اليوم نوجه رسالة للمرأة. أمهاتنا على قصر مستوى تعليمهن أبدعن فن التأهيل الاجتماعي، لم يتركن نعهات، دفعنا للعطاء. ونحن أمهات اليوم لندفع بنات الغد نحو الإبداع الأفضل، نحو التعايش السلمي، نحو العطاء. أنا نأمل أن هيئة الحقيقة والكرامة تكتب في تاريخها عن نضالات هذه المرأة، لأني أنا أدرس تاريخ ولم أجد في تدريسي للحركة الوطنية ولو اسماً واحداً لامرأة تونسية في الحركة الوطنية، لا في الحزب الأول ولا في الحزب الثاني ولا في نضالات الحركة الوطنية. كأن المرأة التونسية لم تشارك، وأنا في بداية التقرير رأيت أن المرأة التونسية كان لها وقعاً في الحركة الوطنية، إذا دعمت الحركة الوطنية. لنرسخ هذا ولنكتب حقبات المرأة التونسية في هذا العرس. 8 مارس يعترف به الاتجاه الإسلامي والنهضة واليسار وكل. 8 مارس هو مكسب للمرأة في العالم. 8 مارس لا ينكره أحداً، لا على المرأة وعلى الشعب. يعني أنا المرأة التونسية اليوم نقول للحقيقة والكرامة، رأوا من حق المرأة التونسية أن تذكر في جميع حقبات تونس الخضراء، لتظل تونس خضراء بعطاء نسائها، بعطاء رجالها، بتكامل الدورين وبتناسب في التكامل والأدوار. نعم، نحن نساء تونس، نساء ونصف، ليذهب النصف وتبقى النساء. شكرا لكم.